النهاردة هنستكمل مع بعض الكورس بتاع الـ Energy and Renewable Energy، وزي ما انتوا عارفين انتوا بدأتوا مع دكتور ماهر الجزء الأساسيات، بدأتوا بالماجنتيك سيركتس والحتة بتاعت الاندكتنس والكابلد اندكتنس والتطبيق بتاعها الترانسفورمر، واخدتوا الاساسيات بتاعته والايكوفالنت سيركت، وبعدين انتقلتوا لجزء الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، عمليه تحويل الطاقه من ميكانيكال لالكتريكال او من الكتريكال لميكانيكال عن طريق وسيط وجود الماجنتيك فيلد طبعا، واخدتوا تطبيق على الموضوع دوت حاجة مهمة جدا اسمها الدي سي ماشينز، ازاي ان احنا نعمل او يعني درسنا الدي سي جنريتور والدي سي موتور، عرفنا تكوينهم ازاي بنحول الطاقة من الكتريكال لميكانيكال او من ميكانيكال لالكتريكال. هنستكمل شوية موضوع الانرجي كونفرجن ده او الالكتروميكانيكال انرجي كونفرجن، وهناخد نوع تاني من الماشينز اسمه الاندكشن ماشينز، وبعد كده ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى او الاسابيع المتبقيه هنتكلم شويه في الرينيوبل انرجي ريسورسز. طبعا الاندكشن ماشينز يا جماعه يعني لا يخلو اي تطبيق في الصناعه من الاندكشن ماشينز. الاندكشن ماشينز هي نوع من انواع الاي سي ماشينز، وممكن تشتغل زيها زي الدي سي، ممكن تشتغل as a motor او as a generator، بس نظرا لخصائصها اللي احنا هنشوفها بعد شويه هي موجوده اكتر كموتور، يعني نسبه كبيره جدا من الاندكشن ماشينز بتستخدم as motors نظرا للكاركترستكس الكويسه جدا بتاعتها في عمليه الايه الموتورنج او عمليه انها تبقى موتور يعني. فهناخد التوبكس اللي قدامنا دي الكونستراكشن بتاع الاندكشن ماشين، هناخد البرنسبل اوف اوبريشن ازاي بيحصل عمليه تحويل الطاقه فيها، هنشوف الايكوفالنت سيركت، هنحول طبعا الماشين دي الى ايكوفالنت سيركت عشان نبدا نعمل اناليسز، نحسب كارنت، نحسب فولتج، نحسب باور، يبقى عندي الباور اند تورك كالكوليشنز خلاص. وبعدين اخر حاجه هنتكلم فيها اللي هي عمليه التورك سبيد كاركترستكس، ازاي ممكن يتحكم في سرعات الايه الاندكشن موتورز ديت. خلاص يبقى الخمسه توبكس دول ان شاء الله هنغطيهم في الشابتر بتاع الاندكشن ماشينز. انا طبعا حطيت له ترقيم 5 على اعتبار ان انتوا خدتوا قبل كده 4 شيتس او 4 شابترز، فيبقى ده الشابتر رقم 5. طيب اما نيجي نتكلم عن الكونستراكشن، الاندكشن ماشين زيها زي اي ماشين هتتكون من ستيتور اند روتور، يبقى انا عندي جزء ثابت يا جماعه فريم ثابت اسمه الستيتور اللي هو الحديد اللي بره دوت سلندريكال شيب تمام، وجوه منه في سلوتس بالمنظر ده، يبقى اللي انا بشاور عليه ده يا جماعه دي سلوتس جوه جسم الايه الستيتور تمام، محفوره جوه جسم الايه الستيتور. طب ليه محفوره جوه جسم الستيتور؟ عشان يبتدي يتحط فيها وايندنج او كويلز تتلف حوالين او داير ما يدور عبر محيط الايه الستيتور، بحط فيها يا سنجل فيز كويل يا اما ثري فيز كويل، لان انا عندي نوعين من الاندكشن ماشينز، في اندكشن ماشين اسمها سنجل فيز اندكشن ماشين، وفي نوع اسمه الثري فيز اندكشن ماشين. خلاص على حسب نوع السبلاي اللي انا هستخدمه، طبعا انتوا درستوا في السيركتس السنجل فيز سبلاي، لكن انتوا كطلبه اتصالات وحاسبات ما درستوش الثري فيز، لان ده موجود في سيركتس 2، اعتقد انه باور بس اللي درسوا الثري فيز. فيعني لما نيجي نخش في التفاصيل هديكوا يعني مقدمه بسيطه كده اهوت ايه هو الثري فيز سيستم او ايه هو الثري فيز سبلاي، وازاي اقدر افرق بينه او ازاي نقدر استخدمه في النوع ده من الماشينز.
بشكل عام ايه هو 3 فيز هنتكلم عليه، يعني هنلقي الضوء عليه عشان برضو ما يبقاش انتوا في حاجه ميسد بالنسبه لكم مخلياكم مش فاهمين الايه القصه. خلاص، وبصفه عامه الموضوع ال 3 فيز ده موضوع مهم لان هو موجود في الدنيا بشكل عام. كل الكهرباء اللي في الدنيا بتبقى بتتوزع بشكل 3 فيز. خلاص، نرجع تاني لموضوعنا. احنا دلوقتي في بند الكونستراكشن، تمام. الاندكشن موتور بيتكون من ستيتور بارت حديد، جوه الحديد ده محفور سلوتس، السلوتس دي هنحط جواها الايه الكويلز. خلاص، يبقى زي ما انتم شايفين ميد اوف هاي بيرميابيليتي ستيل. ليه هاي بيرميابيليتي يا جماعه؟ مين يقول لي يعني ايه اصلا هاي بيرميابيليتي ستيل؟ دي حته بقى خدناها في الماتيريال مع بعض. حد بقى يشتغل معايا، عايزين يا جماعه ايه انتر اكشن كده في المحاضره. مين يقول لي الهاي بيرميابيليتي ستيل ده دوره ايه؟ ليه ضروري يبقى له هاي بيرميابيليتي؟ ريلاكتنس تكون قليله جدا. عشان تبقى ريلاكتنس قليله، عشان ايه برضو؟ الاندكشن يبقى كبير. عشان عمليه الاندكشن، عمليه الحث الكهرومغناطيسي تبقى كبيره نتيجه ان الفلكس يمشي بسهوله في الدائره المغناطيسيه بتاعتنا. طب ليه لازم يبقى لامينيتد؟ تو ديكريز، اي مكتوبه اهي تو ديكريز على طول. مين يا جماعه؟ الايدي لوسز. فاكرين الايدي كارنس اللي كانت بتحصل على سطح الحديد؟ كنت بعمل لها معالجه او تقليل عن طريق اللامينيشن. سلندريكال شيب، شكله سلندريكال، عشان السلوتس دي تشيل كاري 3 فيز اور سنجل فيز ارمتشر وايندنج. الحقيقه انا كلمه الارمتشر والفيلد اللي انتوا اخذتوها في الدي سي ماشينز مش هستخدمها هنا، يعني ممكن ان احنا نشيل كلمه ارمتشر ونسميها ستيتور وايندنج، ملفات الستيتور، ملفات الستيتور، لانه المبدا بتاع التشغيل زي ما هنشوف بعد شويه ما بيعتمدش ان يبقى في فيلد وايندنج وتنتج الفلاكس ويبقى في ارمتشر وايندنج اخد من عليها الكهرباء. لا، المبدا هيبقى مختلف خالص، هيبقى مبدا الاندكشن او اللي هو الحث الكهرومغناطيسي. فهنعمل تصليح بسيط كده اهوت، هنسمي الوايندنج اللي في ستيتور هنسميها الستيتور وايندنج. خلاص، طيب ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ الصوره اللي فوق، الصوره اللي فوق ده شكل سايد فيو كده للايه، او يعني لا سايد فيو للمكنه، بيبين لك ان الستيتور بارت سلندريكال، الحديد اللي بره ده سلندريكال وجواه السلوتس دهيت. ولو حبيت انت تحط الكويل جواه، لو حبيت تحط 3 فيز كويل هتروح عامل ايه؟ هتروح داخل هنا اهوت بالكويل سايد، تروح لاخر المكنه وترجع من السلوت اللي داخل المكنه وترجع من السلوت. طب ليه فوتت اثنين يا جماعه؟ فوتت اثنين عشان الفيز بي والفيز سي، واقوم راجع من هنا اهوت، واقوم لافف رايح من هنا، واقوم راجع من هنا. يبقى دي اول ملف هيلف حوالين محيط الروتر بالمنظر ده، ويبقى له في الاخر طرفين، يبقى هو داير ما يدور جوه السلوتس دي يا جماعه. طيب الملف الثاني لو اديته لون مختلف اهو، مثلا هيبدا من هنا ويروح يرجع من هنا، يلف ويبدا من هنا ويروح يرجع من هنا، وين يلف يبدا من هنا ويروح يرجع من هنا، ويبقى اطرافه اهي يعني. طيب الملف الثالث هياخد ايه؟ هياخد السلوت بقى الثالث ويرجع من اللي قصاد، يلف ويجي من هنا ويروح راجع من اللي قصاد، يلف ويجي من هنا من جوه المكنه بقى ويروح راجع من اللي قصادها، وتلاقي انه اطرافه اهي. يبقى في النهايه يا جماعه ال 3 فيز، هتكلم بقى على 3 فيز اندكشن مود على طول، هيبقى جوه الثلاث ملفات، وفي النهايه طلع لي على بره على التيرمينال بوكس طرفين لكل ملف. دي صوره فوتوغرافيك بقى، فوتو اهي، ادي الملفات النحاس يا جماعه، بس طبعا ده مش النحاس مباشره،
لان لازم يبقى معزول. اللون الاحمر ده طبقه ورنيش، طبقه ورنيش كده بتبقى على الكوندكتور النحاس عشان تعزله، لان هما هيلمسوا بعض، هما هيلفوا كذا سايد او كذا كوندكتور، تمام؟ فهيلمسوا بعض، فلازم يبقوا معزولين على بعض. فاللون الاحمر ده يا جماعه ما هوش لون النحاس، هو لون الطبقه العازله اللي بتبقى رفيعه قوي من المايكا بتعزل الكوندكتورز عن بعضها، وزي ما انتم شايفين داخله جوه مين يا جماعه؟ جوه السلوتس. واللون الابيض دوت، في لون ابيض كده اهوت، هتلاقيه ده الحشو اللي هو بيقفل السلوت على الوايندنج عشان ما تقعدش الوايندنج تتحرك او تهتز او تلق كده جوه جوه السلوتس. يبقى اذا يا جماعه الصوره الفوتوغرافيك دي اللي هي اللي تحت دي بتبين لي البليسمنت بتاع الوايندنج جوه السلوتس بتاعت جسم الاستيتور. وزي ما انتم شايفين هولو فاضي، ليه؟ لان جوه منه بقى هسقط جسم تاني اللي هو مين يا جماعه؟ اللي هو الروتور. يبقى الروتور بتاعي هيسقط يركب على الشافت ويسقط كده جوه مين يا جماعه؟ جوه الاستيتور، بحيث ان يبقى في بينهم كليرنس بسيط جدا. بحيث ان يبقى في بينهم كليرنس بسيط جدا بنسميه الاير جاب. ده شكل الروتور سلندريكال بادي برضو اهو، سلندريكال بادي اهو، تمام؟ جوه منه سلوتس اهي، سلوتس اهي. بس السلوتس دي هروح برضو مغذيها او حاطط فيها 3 فيز ويندنجز، تمام؟ جوه السلوتس ده بنفس الطريقه. يعني لو طلعنا للرسمه اللي فوق هتلاقي ان الجسم السلندريكال اللي جوه حديد ومحفور فيه اهو سلوتس زي ما انتم شايفين، الصغيره بقى اللي هي الفتحات البيضاء الصغيره دي، دي سلوتس محفوره جوه جسم الروتور، بحط فيها الوايندنجز بتاعتي. الحقيقه عندي نوعين من الروتور، نوع اللي بتكلم عليه دلوقتي اسمه الووند روتور او الروتور الملفوف اللي هو فيه سلوتس وفيه كويلز زي ما انتم شايفينه قدامكم دلوقتي. خلاص؟ شكله ايه؟ شكله سلندريكال وفي سلوتس، بيشيل بولي فيز وايندنج، غالبا بتبقى طبعا 3 فيز، اطرافه تمام كونكتد، الاطراف النهائيه للوايندنجز دي بتبقى كونكتد لسليب رينجز. ايه دور السليب رينجز يا جماعه؟ حد يعرف؟ تعرف ايه دور فين اصلا السليب رينجز؟ هي الثلاث حلقات، الحلقه النحاس دي والحلقه النحاس دي والحلقه دي، بنسميها عربي حلقات الانزلاق او السليب رينجز. خلاص؟ حد يعرف دور او يتوقع دور؟ ها مين يقول يا جماعه؟ دي بتوصل الكهرباء من جوه الدايره لبراها. برافو عليك، برافو عليك، كلام جميل جدا يا جماعه. بيوصل الكهرباء لانه خد بالك الروتور ده هيلف، فالملفات دي اطرافها بتلف. طب انا عايز اوصلها بترمينال بوكس ثابت، فبحط الرينجز دي وبوصل نهايه كل ملف برينج من دول، كويس؟ واروح بقى بص على الصوره اللي تحت، اروح جاي عامل ايه؟ اروح جاي على الرينج ملمسها ببراش كربون، براش فرش كربون زي اللي انتوا خدتوها في الدي سي ماشين، بحيث ان الرينج تلف بتتحرك والبراش ثابت ويفضل في تلامس ما بينهم، واقوم واخد الاطراف الثلاثه بتاعت البراشز الثلاثه اللي هم يمثلوا الاطراف الثلاثه بتاعت الملفات، واروح اعمل لهم بره شورت سيركت، يا اما شورت سيركت مباشره يا اما من خلال مقاومه زي ما انتم شايفين ثلاث مقاومات اهم، وممكن المقاومه دي اعملها ريموفنج جراديولي وبعد كده اقفل بشورت سيركت مباشر. يبقى التيرمينالز يا جماعه بيحصل لها شورت سيركت يا اما دايركتلي يا اما من خلال مقاومات. طب فين الاطراف الثلاثه التانيين بتاعت الملفات؟ ما هم ثلاث ملفات ليهم طرف اول وطرف ثاني، الاطراف الثانيه مربوطه جوه المكنه نيوترال بوينت. يعني باختصار شديد يا جماعه اكنه الثلاث ملفات بتوعي اهم، ملف 2 3 جوه المكنه مربوط نهايات الملفات ببعض، وبره المكنه
باخد الاطراف دي على مين؟ على السليب رينجز. من خلال السليب رينجز والبراشز بروح اعمل لهم شورت سيركت برضو. هنشوف بعد شويه ليه بعمل الشورت سيركت دوت. ده نوع من الروتر اسمه الووند روتر، اسمه الووند روتر. النوع الثاني اسمه السكوايرل كيج روتر. لما تيجي تدور كده على النت كده يعني ايه كلمه سكوايرل كيج روتر، ترجمتها روتر القفص السنجابي، ده ترجمتها بالعربي. ليه؟ لانه بيبقى الروتر بتاعنا حديد زي فوق بالظبط، بس بدل ما معمول فيه سلوتس كبيره شويه عشان الملفات تخش جواه، لا بتبقى سلوتس رفيعه عباره عن مجاري زي ما انتم شايفين اللي لونها اسود ديت، تمام؟ وبعد كده بيروح متسقط فيها، او مش متسقط، مصبوب فيها الومنيوم سائل، وبعدين يحصل له كاستنج ينشف جوه يبقى حته واحده. يبقى الروتور بتاعي حته واحده حديد وجوه منه خطوط او بارز من الالومنيوم، خلاص معمول لها او محطوط لها الومنيوم رينج من هنا والومنيوم رينج من هنا. يبقى انت عملت ايه؟ اكنك عملت عدد من الفيزز، برضو عدد من الفيزز مش شرط يبقوا ثلاثه، اي عدد، ورحت عامل لهم شورت من هنا بالومنيوم رينج، ورحت عامل لهم شورت من الناحيه الثانيه بالومنيوم رينج، فعملت نفس الشكل اللي فوق، عملت نفس الشكل او نفس الايكويفالنت سيركت بتاع الووند روتر. طيب يبقى اذا الهدف في الروتر ان يبقى فيه ملفات معمول لها شورت سيركت من الناحيتين، خلاص؟ ليه؟ هنشوف بعد شوية. طيب مين يقول لي ايه الفرق بين دلوقتي التو تايبس اللي هو الووند روتر والسكويرل كيج؟ في رأيكم ايه ميزة ده وعيبه، وايه ميزة ده وعيبه؟ ها حد كده ايه يقول معايا؟ اللي فوق مثلا، ايوه اللي فوق ممكن احط فيه لفات اكتر. ماشي يعني ممكن، ماشي فوق يعني كبر اللي تحت الومنيوم مثلا، اللي فوق كبر اللي تحت الومنيوم، ماشي ده فرق طبعا. اللي فوق طبعا كبر بيديني اوبريشن احسن، دي حاجه. الحاجه الثانيه انت كمان بتمتلك القدره على انك انت تضيف زي ما انت شايف مقاومات لدايره الروتور، تزود مقاومه دايره الروتور، ده بيعمل لي نوع من التحكم في السبيد كنترول، وبيعمل برضو طريقه من طرق الستارتنج. هنشوف بعد شويه انه قد احتاج ان انا ازود ريزيستنس في الستارتنج عشان ازود بيها الستارتنج تورك واعمل ليميتيشن للستارتنج كارنت. فالووند روتور بيديني فاسيلتيز للتحكم اكتر لان اطرافه حره، بقدر ان انا اتحكم او ممكن اضيف لها ريزيستنس واغير الريزيستنس دي جراديولي واعمل بيها ايه؟ تحكم في السرعه وفي عمليه الستارتنج. اما السكوايرل كيج ما عندوش الامكانيه دي، بس عنده ميزه تانية اهم او مهمه برضه، عنده ميزه تانية مهمه جدا ان هو حته واحده، يعني مش حديد وجوه ملفات، لا ده هو حته واحده، لان الالومنيوم جوه كاستد جوه مين؟ او مولدد مصبوب جوه مين يا جماعه؟ جوه القالب الحديدي الكبير هو الروتر، فاصبح حته واحده، فهو بيلف مفيش اي اهتزازات محتمله. لان خد بالك الووند روتر ممكن لو انت مش مثبت الملفات كويس في السلوتس يحصل ايه؟ تلاقي الملفات عماله تتحرك تهتز جوه الايه؟ السلوتس، تعمل فايبريشن وبتعمل طبعا نويز وبتعمل لوسز، تمام؟ فمين في الاثنين دول ميكانيكال ستيبل اكتر؟ مين عنده ريجيديتي اكتر؟ مين عنده ستابيليتي اكتر في من ناحيه الميكانيكال، من وجهه نظر الميكانيك؟ طبعا السكويرل كيج لانه حته واحده جسم واحد، خلاص. وادي الشكل طبعا بتاعه، صوره برضو فوتوغرافيه للسكوايرل كيج روتر، خلاص. وعندنا في المعمل حاجات من دي، بس طبعا الحقيقه يعني ظروف بقى المعمل انتوا عارفين بقى، مش عارفين ان احنا ناخد تجارب كتير في المعمل، يا دوب يعني ايه دخلنا مرات قليله. فالسكوايرل كيج روتر زي ما انتم شايفين لامينيتد وذ سلوتس، خلاص. الومنيوم بارز ار مولدد ان ذا سلوتس،
تو رينجز بيعملوا شورت سيركت من الجانبين خلاص. البارز دي الانونيم بارز دي بتقوم بنفس مهمه ملفات النحاس اللي انا ايه كنت حاططها فوق. يبقى ادي النوعين بتوع ايه يا جماعه بتوع الروتر خلاص. يبقى كده جزء الكونستراكشن احنا عرفناه كويس تمام. جزء الكونستراكشن احنا عرفناه ايه كويس. حد عنده اي سؤال في الكونستراكشن بتاع الاندكشن ماشين؟ طيب عظيم جدا. تعال ننتقل مع بعض الى البرنسبل اوف اوبريشن. الاوتلاين الثاني يا جماعه النهارده في محاضرتنا البرنسبل اوف اوبريشن. قبل ما اخش في البرنسبل اوف اوبريشن للماشين دي بالتحديد لازم اتكلم عن كونسبت مهم جدا. ايه هو الروتيتنج ماجنتيك فيلد؟ حد سمع عنه قبل كده؟ احنا سمعنا عن الماجنتيك فيلد اللي هو بيجي من ان كارنت بيمشي في كويل فبيعمل ام ام اف. الام ام اف دي لو لقت ميديوم تمشي فيه فلكس بتمشي فلكس، هو ده الماجنتيك فيلد. انما الروتيتنج ماجنتيك فيلد ده مصطلح جديد. تعال نشوف ايه هو. لو انا عندي 3 فيز بالانسد كارنتس اي 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 بي اي سي، نيجي بقى عند الحته دي ونقف لان انتوا ممكن جدا بعضكم ما يبقاش فاهم يعني ايه اصلا 3 فيز سيستم. هحاول كده دلوقتي ثواني خليكم معايا. طيب انا فتحت بيبر فاضيه بس كده. فكره يا جماعه الثري فيز انه السبلاي بتاعي ما يبقاش سبلاي واحد خلاص، وانما يبقى ايه؟ يبقى ثلاثه سبلايز. الحقيقه الكهرباء بتتولد في الدنيا كلها بمبدا انها ثري فيز فولتج سورس خلاص. يعني بيبقى عندي بدل ما يبقى عندي V supply واحد بس، لا يبقى عندي VA ويبقى عندي VB ويبقى عندي VC خلاص. طيب بعد كده الكهرباء دي تخش على مثلا محول. المحول ده زي ما انتوا خدتوا بقى مع الدكتور ماهر محول خدتوه سنجل فيز، لا ده في محولات 3 فيز. بعد كده تروح تمشي الكهرباء في الترانسميشن لاينز اللي هي ايه اللي هي بنشوفها في واحنا مسافرين كده في طرق السفر، اللي هي خطوط نقل الكهرباء بتبقى 3 فيز. بعد كده بتروح الى محولات تنزل الفولت تاني وتخرج تمشي في لاينز برضو بتبقى 3 فيز. حتى كابلات الشوارع يا جماعه، حتى كابلات الشوارع اللي احنا بنشوفها دي بتبقى جواها 3 كوندكتورز خلاص. بعدين تخش على محولات الشوارع اللي هي احنا بنبقى ايه بتبقى كشك المحول اللي احنا جنب البيت بقى بتاعنا ده، وبعدين تدينا 3 فيز خلاص. تيجي تخش بقى العماره بقى، تخش بقى على البيلدنج بقى تمام. يبقى انا عندي محول توزيع دوت 3 فيز بيروح بعد كده للايه بكابلات الى مثلا دي عماره اهي، يقوم كل فيز يروح لشقه.
يعني انت دلوقتي في النهايه انت بتشوف ايه؟ بتشوف سنجل فيس سبلاي عندك في البيت، عباره عن فرده فيها كهرباء اللي هي اللايف واير او اللايف تيرنال، وفرده اللي هي نيوترال. الكابلات يا جماعه بيبقى فيها اللي هي مؤديه او بتغذي الاند لودز بقى بتاعتنا، بيبقى فيها النيوترال. فالثري فيز عندي بيبقى A B C. لو انا خدت ال A مع النيوترال خلاص، ده كده اسمه كده ايه يا جماعه؟ سنجل فيز سبلاي. سنجل فيز سبلاي لو انا خدت ال A B C كلهم مع نيوترال بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ثري فيز سبلاي. طب ايه اختلاف الثري فيز او ايه خصائص الثري فيز؟ ان بتبقى الثلاثه فولتجز لو انا رسمتهم از فيزر بيبقوا ايكوال ان ماجنتيود، لازم يبقوا ايكوال ان ماجنتيود، لانك انت الفيز اللي داخل عندك والفيز اللي داخل عند جارك والفيز الثالث خلاص لازم يبقوا كلهم ايكوال ان ماجنتيود. يبقى لو الفي اي وفي بي في سي يبقى كلهم لازم يبقوا ايكوال ان ماجنتيود. والفيز شيفت يا جماعه بينهم 120 درجه. ايه حكايه الفيز شيفت دي؟ انت خدت في سيركتس 1 فكره انه السبلاي بتاعي اي سي ساينوسويدال. طيب معنى ان يبقى في شيفت 120 يبقى السبلاي الثاني هيبقى ساينوسويدال بس متشفت عنه شويه، السبلاي الثالث ساينوسويدال بس متشفت عنه شويه، بحيث الثلاثه مع بعض بيكملوا الصوره دهيت. يبقى دي يا جماعه الانستانتينيوس فانكشن بتاعه الفولتات الثلاثه في اي في بي في سي. واللي على الشمال ده الفيزور دياجرام بتاع الفولتات التلاتة. الاندكشن موتور احد الاحمال اللي هي بيروح لها ثري فيز كلهم. ليه بقى؟ ليه؟ لانه التلاتة فولتج سورسز في اي في بي في سي لما بيبقوا ايكوال ان ماجنتيود وشفتت ب 120 درجه، لما انت بتروح حاطط السبلاي ده على السبلاي دوت، لما انت بتروح كده حاطه تمام، نيجي بقى في المصانع. المصانع بيبقى عندهم بقى ايه؟ توزيع سنجل فيز للمكاتب وللاضاءه والسوكتس والكلام ده كله، لكن تحت في الفيلد بقى بتاع المصنع بيبقى عندي الكابلات الثري فيز بتخش دايركت الى مين يا جماعه؟ اهو دايركت الى مثلا الاندكشن موتور. يبقى اذا يا جماعه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاندكشن موتور اهو. يبقى انا هاخد النقطة A، هاخد النقطة B، هاخد النقطة C، هغذي الثلاث ملفات فهيمشي هنا IA IB IC، ثلاثة كارنتس IA IB IC. المفروض لو الامبيدنس بتاعت الثلاث ملفات متساويه، وهم فعلا متساويين لان هم ايدنتيكال، هيبقى الثلاثه فيز كارنتس دول هم كمان متساويين وفي فيز شيفت ما بينهم 120 درجه، بس مش لازم يبقى الكارنت ده ان فيز مع الفولتج، هيبقى في فيز شيفت بينه وبين الفولتج اللي هو نتيجه ان في امبيدنس ماشي فيها. وانتوا طبعا ناس شاطره خدتوا اي سي سيركتس عارفين ان الامبيدنس بتعمل فيز شيفت. يبقى خلاصه الكلام انه الموتور بتاعي الستيتور وايندنج لو انا وصلت اطرافهم ثلاث اطراف او طرف من كل ملف نيوترال بوينت هنا اهوت، دي نيوترال بوينت، وخدت الطرف الثاني من كل ملف وصلته بسبلاي 3 فيز، هتمشي 3 كارنتس في الثلاث ملفات. الثلاثة كارنتس دول ايكوال الماجنتيود، ولكن الويفز الساينسويدال ويفز بتاعتهم شيفتد عن بعض ب 120 درجة. طيب نرجع بقى لمحاضرتنا، لما 3 فيز بالانسد كارنتس اي 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 بي اي سي، يعني الماجنتيود بتاعهم، طبعا كلمة بالانسد بتعني ان هما ايكوال ماجنتيود وشيفتد ان فيز باي 120 درجة. لما يمشوا في الثلاثة فيز وايندنج، الثلاثة فيز وايندنج هم كمان يا جماعة ليهم عدد متساوي من التيرنز equal number of turns وبليست 120 درجة apart in space. يعني ايه الكلام ده؟
120 درجة ازاي؟ يعني السبيس بتاعي يا جماعه لما تيجي تشوف الاكس اطلع 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 هنا، بص معايا، ده الاكس بتاع الملف الاولاني، وده الاكس بتاع الملف الثاني، والاصفر ده الاكس بتاع الملف الثالث. هتقول لي الزوايا ما بين الملفات او ما بين الاكسيز ديت الحقيقه ما هياش 120، صح؟ ما هياش 120. المقصود بال 120 درجه شيفت ما بين الاكسيز بتاع الملفات مش 120 درجه ميكانيكال، مش 120 درجه بالمنقله، لا 120 درجه الكتريكال، على حسب النورث والساوث بولز، يعني على حسب عدد البولز يا جماعه في الماشين بتاعتي، على حسب ما بتتحدد علاقة ما بين الزاوية الإلكتريكال، في قانون كده هناخده أو هنثبته بعد شوية، إن الثيتا الإلكتريكال بتساوي نص عدد البولز أو نمبر أوف بول بيرز في الثيتا الميكانيكية. يعني ممكن تلف 30 درجة بس، لكن لو عندك 8 بولز تضرب 30 في 8 على 2 يعني 4، يطلع لك 120 درجة. فالفرق الكتريكالي ما بين الايه الاكسيز بتاعه الكويلز 120 درجه. طيب برضو ايه اللي يحصل، ايه اللي يحصل، خلاص؟ طبعا ده على حسب انت بادئ الملف من هنا ولا لا. يعني خدوا بالكم برضو من حاجه، لو احنا عاملين كده، لو احنا بادئين الملف من هنا ومن هنا ومن هنا، هيبقى اكن ده بول، اكن ده بول وده بول، 2 3 4 5 6، يعني اكن يا جماعه الماشين دي كده فيها 6 بولز، اكن الماشين دي فيها 6 بولز، خلاص. ممكن جدا لو انا بادئ مش بادئ الملفات جنب بعض، لا عامل سبيسنج ما بين بدايات الملفات وبعضها، هيبقى في شيفت ما بين الاكسيز ويبقى عدد البولز اقل من 6. اي عدد من البولز ممكن هو اصممه في الاندكشن ماشين. واحد يقول لي الله، طب احنا خدنا البولز دي لازم تبقى طالعه كده ظاهره، مش انتوا خدتوا كده في الدي سي ان لازم البول يبقى طالع كده والملف ملفوف حواليه؟ لا مش بالضروره يا جماعه. البول هو بيتكون نتيجه بعد كده الفلكس لما بيمشي، بيخرج من حته وبيدخل في حته. الحته اللي بيخرج منها بيبقى اسمها النورث بول، والحته اللي بيدخل فيها بيبقى اسمها ساوث بول. يعني مش لازم البولز تبقى يا جماعه بارزه كده زي ما شفناها في الدي سي ماشين، لا ممكن تبقى مستخبيه زي ما موجوده كده في الاي سي ماشين. فده علاقه مهمه جدا، هي طبعا مش هتفرق معانا قوي في الاوبريشن، تمام، بس لازم تبقى عارف حاجه مهمه، ان انت لما بتغذي، احنا كنا واقفين فين هنا اهوت، ان احنا لما بنغذي 3 فيز كارنتس ل 3 فيز كويلز، تمام، بيحصل ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد من كل كويل، كل كويل بيعمل لي ام ام اف، خلاص، بيديني نفس الماجنتيود لان هم ثلاثه كارنتس والثلاثه تيرنز اوف تيرنز او ثلاثه نمبر اوف تيرنز متساويين، فبالتالي الماجنتيود بتاع الام ام اف متساوي ومتغير لان ده اي سي كارنت مش دي سي، متغير يعني اكنه بيروتيت ان ذا سبيس. انتوا عارفين مبدا الاي سي يا جماعه، لما عملنا موضوع الفيزر، الفيزر ده بيلف في السبيس بسرعه تتناسب مع الفريكوانسي بتاع الويف، خلاص. فبيقوم عامل لي حاجه اسمها روتيتنج ماجنتيك فيلد، هو ده اللي انا عايزكم تفهموه دلوقتي، انه لما باجي احط 3 فيز كويل وادخله عليهم واغذيهم ب 3 فيز بالانسد كارنتس، بينشأ روتيتنج ماجنتيك فيلد. طبعا ليكوا حق لسه لحد دلوقتي برضو مش متخيلين او مش فاهمين يعني ايه روتيتنج ماجنتيك فيلد. تعال نشوف الاثبات البسيط دوت. الاثبات البسيط ده بيقول ايه؟ بيقول ان لو عندي ثلاث ملفات، اهو بصوا يا جماعه، دي الصوره دي ابسط شويه من اللي فوق. ملف اسمه A دخل من هنا وخرج من هنا، ادي الاكس بتاعه اهو. ملف اسمه B ادي الاكس بتاعه اهو. ملف اسمه C ادي الاكس بتاعه اهو. الصورة دي أبسط بكتير لأنه بتبين لك على طول إنه إيه؟ إنه فعلاً الزوايا بين الـ A والـ B، دي بداية الـ A وبداية الـ B، دي 120 درجة، بين الـ B والـ C كده 120 درجة،
بين السي والايه دول 120 درجه. يبقى الزوايا الحقيقيه بين الاكسيز بتاعت الملفات 120 120 120 خلاص. يعني ايه؟ يعني بين بدايه الملف ايه وبدايه الملف بي 120 درجه في السبيس، بين بدايه بي وبدايه سي 120 درجه خلاص. هتقول لي الله طب ما ال 120 درجه اللي انا شايفها قدامي دي ميكانيكال، هي نفسها ال 120 درجه الالكتريكال. ايوه، لانه نمبر اوف بولز هنا يا جماعه يعتبر ايه؟ يعتبر اكن عندي نورث بول وساوث بول، لان كل ملف له دخل واحد وخارج واحد بس. فهنا اكن عدد البولز يا جماعه نمبر اوف بولز باثنين، اكن البول بيرز في مبدا مهم قوي او رمز مهم قوي اسمه البول بيرز، بول بيرز بواحد. يبقى ده معناه ان الزاويه الكهربيه بتساوي الزاويه اكزاكتلي بتساوي واحد في الزاويه الميكانيكيه. ايه الزاويه الكهربائيه وايه الزاويه الميكانيكيه؟ الزاويه الميكانيكيه دي الزاويه اللي انا شايفها بعيني اللي بقيسها بالمنقله. الزاويه الكهربائيه هي انه لما بيتولد كهرباء نتيجه الايه الام ام اف اللي بتحصل دي بيطلع لي سايكل. السايكل دي خلاص ليها انجل، السايكل دي ليها انجل 360 درجه. ممكن جدا السايكل دي تيجي من ان الروتور يلف لفه كامله، وممكن تيجي انه يلف نص لفه، ممكن تيجي انه يلف ربع لفه على حسب عدد البولز بتاعتي. يبقى الزاويه الكهربائيه بتاعتي في سايكل كهربيه بتبقى 360، لكن الزاويه الميكانيكيه هي الزاويه اللي الروتور بيلفها. امتى يتساووا؟ امتى يتساووا؟ لو البي بواحد. طب امتى البي بتبقى بواحد؟ لو عدد الاقطاب اتنين. طب عدد الاقطاب يبقى اتنين امتى؟ لو الملف بتاعي اللي بيخش من ناحيه ويخرج من ناحيه هو يعني هو مدخل واحد بس، يعني هو مدخل واحد ما بيقعدش يلف كذا لفه، ما بيقعدش يلف في الايه في محيط الروتور كذا لفه. خلاص. فاحنا طبعا عدد البولز دي احنا مش هندخلك في القصه دي انك تديتكت عدد البولز، احنا هنديهولك جيفن في المسائل. بس تعال نشوف الكيس اللي قدامنا. لو انا عندي الفيز A لفتها ان A وطيرها اي A، يبقى الام ام اف الناتجه عنها هي ان A اي A. نفس الكلام بالنسبه لB، نفس الكلام بالنسبه لC. يبقى زي ما خدنا في الماتيريال في موضوع الماجنتيك سيركلز انه الام ام اف بتساوي ان في اي. انا عندي هنا 3 ام ام اف في المحيط بتاعي. طيب لو انا عوضت عن كل كرنت، شايفين انتوا عارفين في الاي سي بنقول ان الكرنت بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي او كوساين اوميجا تي، مش هتفرق. لكن لازم اوضح انه اي ماكسيمم كوساين اوميجا تي ده بالنسبه للفيز الاولاني، لا الفيز الثاني هيبقى شيفتد ب 120 درجه. الفيز الثالث هيبقى شيفتد ب 120 بس بالموجب. يبقى اذا هنا في فيز شيفت يا جماعه ما بين مين ومين ومين؟ ما بين الكرنتس الثلاثه، انما الماجنتيود بتاعهم ايه؟ متساوي. طيب كذلك الحال للانات، الانات عدد اللفات متساوي لكن البليسمنت بتاعهم في شيفت، مقداره 120 درجه، مقداره 120 درجه. خلاص. يبقى اذا يا جماعه انا بحط بدايات الملفات على بعد زاويه 120 تمام من محيط الاستيتور. لما اجي اعمل ماثيماتيكال كده ايه ديريفيجن بسيط قوي قوي قوي، انتوا عارفين يا جماعه كوساين كوساين، انتوا خدتوا كوساين كوساين بتساوي ايه؟ مين يقول لي؟ مين يقول لي كوساين كوساين بتساوي ايه؟ بتساوي نص كوساين الفرق ناقص ولا زائد مش فاكر كوساين المجموع. طيب حاجه جميله جدا. يبقى اول ترم ده اول ترم هيديني فرق سيتا ناقص اوميجا تي، تاني واحد هيديني سيتا ناقص 120 ناقص اوميجا تي ناقص 120، هتلاقي 120 راحت مع ال 120. تالت واحد نفس الكلام، فدايما كوساين الفرق يا جماعه هيروح مديني سيتا ناقص اوميجا تي سواء في الترم الاول او الثاني او الثالث. يبقى نص كوساين الفرق ده هيطلع نفس الترم دايما. طيب خلاص، يبقى اجمعهم نص ونص ونص يبقوا كام؟ يبقوا واحد ونص.
ان اي كوساين الفرق. طيب راح فين كوساين المجموع؟ فين يا جماعه؟ ليه ما عملتش 3 على 2 ان اي كوساين المجموع؟ لانه كوساين المجموع لما تيجي تجمع اول زاويه هتديك ثيتا زائد اوميجا تي، تاني زاويه هتديك ثيتا زائد اوميجا تي، الزاويه مش هتكنسل بعضها تطلع ناقص 240، تالت واحده هتطلع ثيتا زائد اوميجا تي زائد 240. واحد يقول لي طب احنا اتعلمنا حاجه في ال في الماثيماتكس زمان، انه زاويه ناقص 240 دي ممكن اعبر عنها بزائد 120، صح؟ اجمع عليها دوره كامله. يبقى انا عندي ترم بزاويه صفر، ترم بزاويه 120، ترم بزاويه 240. اما تيجي ترسم الثلاث متجهات دول، واحد انجل 0، واحد انجل 120، واحد انجل 240، وتيجي تروح عامل الفيكتوريال سام بتاعهم. فاكرين الفيكتوريال سام كان بيتجاب ازاي يا جماعه؟ كان بيتجاب ان انا بروح مجمع ده كده، بعمل بكمل توازي الاضلاع واقول دول محصلتهم اهو، ويقوم ده مكنسل ده، يبقى مجموعهم بيساوي صفر. طبعا في باور احنا لما خدنا ودرسنا يعني المجموعه بتاعت باور، لما درسوا الثري فيز درسوا قاعده مهمه، انه اي ثلاثه فيكتورز تكون زواياهم شيفت ب 120 درجه ويكونوا ايكوال الماجنتيود، بيبقى على طول مجموعهم بصفر. خلاص، فدي قاعده ثابته، انما بحاول اثبتها لك دلوقتي لان انت ما خدتش التفصيله دي في سيركتس 2، لانك ما خدتش سيركتس 2 اصلا. فبالتالي يا جماعه الثلاثه فيكتورز اللي هيطلعوا لي من كوساين المجموع دول هتلاقيهم بيكنسلوا بعض. فخلاصه الكلام انه الام ام اف بتاعتي عباره عن فاليو ليها ماجنتيود 3 على 2 ان اي ماكسيمم، وليها زاويه. يبقى واضح جدا يا جماعه انه الام ام اف ده مش قيمه ثابته، ده فيزر بيروتيت، ده فيزر بيروتيت. خلاص، الفيزر ده بيروتيت بمعدل معين، بمعدل ايه؟ بمعدل اوميجا، اللي هي مين؟ اللي هي الالكتريكال انجولار سبيد. تمام، يبقى الاوميجا دي هي الالكتريك. عارفين لو ما فيش اوميجا تي خلاص كنت هقول لك ده رقم ثابت، كوساين ثيتا ده بقيمه الثيتا اللي هي الانيشال بوزيشن للفيزا الاولى. انما طالما الام ام اف ظهر فيه اوميجا تي يبقى هو بيتغير مع التايم. طالما بيتغير مع التايم ممكن ان انا ارسمه واعبر عنه بفيكتور او فيزر بيروتيت بالانجولار سبيد اللي هي الاوميجا. والاوميجا دي ممكن ان انا احولها الى ار بي ام بان اضربها في 60 على، انتوا عارفين علاقه الايه؟ الاوميجا بالان. الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60. فممكن جدا ان انا اروح اعمل ايه يا جماعه؟ هتشوفوا بقى دلوقتي ان انا هقول انه الماجنتيك فيلد بتاعي، الفلكس الناشئ عن هذا الام ام اف، هيبقى عباره عن فيكتور بيلف في السبيس بسرعه انا هسميها الان اس. The resultant magnetic field in space has a constant magnitude and rotates by a speed ns, which is the speed of the currents. هي نفس سرعة الكرنس اللي هو التردد بتاعها. تمام؟ وبالتالي بيعتمد على speed of supply اللي هو التردد، ما هو دايما speed of electrical supply يا جماعة هو الفريكونسي بتاعه. خلاص؟ هعمل بس الصفحة دي وأفتح باب الأسئلة. انا اعرف ان الفريكوانسي ممكن اجيب منه الانجلر فريكوانسي بقانون 2 باي اف. 2 باي اف جميل، بس عندي مشكله، عندي مشكله، دي الاوميجا الالكتريكال يا جماعه، دي الاوميجا الالكتريكال اللي هي التردد الانجلر فريكوانسي بتاع السبلاي. تمام، ليه علاقه بالفريكوانسي بتاع السبلاي. اما الاوميجا سينكرونس او الان سينكرونس انا عايزها تبقى ميكانيكال،
انا عايزها تبقى سرعه ميكانيكيه، كانه بجيب انا معدل تغير الفلكس دوت او الروتيتنج فيلد دوت في السبيس الحقيقي ميكانيكالي بيبقى سرعته قد ايه. ليه؟ لان بعد شويه هقارنه بسرعه الروتور الفعليه، الروتور ده هيلف بعد شويه في البرنسبل اوف اوبريشن بقى. فانا محتاج لما اقارن سرعتين ما تبقاش واحده فيهم من الكتريكال واحده ميكانيكال، لا انا عايز الاثنين يبقوا ميكانيكال. فهستخدم القانون اللي انا قلت لكم بعد من شويه اللي هو ان اوميجا او ان الثيتا الكتريكال بتساوي بي ثيتا ميكانيكال. لو عملت تفاضل الثيتا هتديك اوميجا الكتريكال بتساوي بي اوميجا ميكانيكال اللي هي الاوميجا سينكرونس اللي بدور عليها. يبقى انا محتاج اقسم ال 2 باي اف على ايه؟ على نمبر اوف بول بيرز. لو ضربت في 60 على 2 باي هتضيع ال 2 باي ويتبقى لي 60 اف على بي. يبقى ده قانون مهم جدا، هي دي الميكانيكال سينكرونس سبيد، هي دي معدل تغير المجال المغناطيسي الناشئ عن تغذيه 3 فيز ويندنجز ب 3 فيز كرنتس. خلاص 60 اف، الاف ده الفريكوانسي بتاع السبلاي، والبي النمبر اوف بول بيرز عدد ازواج الاقطاب. يعني انا لما بديك في مساله عدد البولز 10 بولز يبقى البول بيرز عباره عن 10 على 2 يبقوا 5. خلاص يبقى ده اول قانون مهم جدا جدا يا جماعه هنحفظه النهارده، خاص بايه؟ بسرعه المجال المغناطيسي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الروتيتنج ماجنتيك فيلد. ليه روتيتنج ماجنتيك فيلد؟ لانه له كومبوننت تمام بتدور مع او بتتغير مع التايم بسرعه اوميجا او بمعدل اوميجا تمام. وحسبنا بعد كده معدل التغير ده بالار بي ام، التغير الميكانيكال بقى او الروتيشن الميكانيكال سبيد او الميكانيكال سينكرونس سبيد طلعت 60 اف على بي. خلاص يبقى الجزء دلوقتي هنفتح باب الاسئله بقى على الثلاثه اربعه سلايدز دول اللي هم الروتيتنج ماجنتيك فيلد. هم صحيح ثلاثه سلايدز بس خدنا فيهم وقت طويل لان احنا اتكلمنا في كونسبت يعني ايه اصلا 3 فيز، انتوا ما كنتوش تعرفوا الحته دي قبل كده. ها اي سؤال يا جماعه؟ ها يا شباب حد عنده اي استفسار؟ طيب ممتاز جدا. يعني طبعا يعني احنا شرحنا بمزيد من التفاصيل فواضح انه ايه الدنيا يعني ستيبل عندكم والدنيا مفهومه. تعال نشوف بعد كده احنا قلنا وصلنا بقى خلاص انه عندي روتيتنج ماجنتيك فيلد بيتغير بسرعه ان اس 60 اف على بي. تعال نشوف بقى الاندكشن موتور بقى اوبريشن. يعني احنا بنتكلم على البرنسبل اوف اوبريشن تمام. كان في عنوانين فرعيين، عنوان يعني ايه روتيتنج ماجنتيك فيلد، وعنوان كيفية حساب سرعة تغير الماجنتيك فيلد. نيجي بقى للأوبريشن بقى. تعالى بقى تفاصيل بقى إيه اللي بيحصل بقى؟ إزاي بيحصل إنرجي كونفرجن جوه؟ إزاي بيحصل إنرجي كونفرجن؟ الفكرة كلها في إيه يا جماعة؟ إن إحنا بنإنرجايز ذا ستيتر وذ 3 فيز فولتجز. خلاص الحتة الأولانية إن إحنا نجيب 3 فيز فولتج سورس. خلاص؟ ونقوم موصلين بالستيتور. وبالمناسبه الستيتور انا وصلته كده التيرمينالز بتاعته دي اسمها ستار كونكشن، ممكن يبقى دلتا كونكشن، هنشوفها بقى في المسائل. يعني عارفين يا جماعه الفرق بين الستار والدلتا اكيد صح، خدتوها في السيركتس ان ممكن الثلاث ملفات بتوعي بدل ما هم متوصلين ان ستار يتوصلوا ان دلتا. فانا بعمل اول حاجه توصيل انرجايز، يقوم يمشي كارنت اهو كارنتس ان ذا ستيتور وايندنج بروديوس روتيتنج ماجنتيك فيلد. يبقى التيارات اللي هتمشي هتنشئ ايه يا جماعه؟ فلكس جاي من الستيتور
بيروتيت او بيتغير بالسينكرونس سبيد. طيب the state of magnetic field links the rotor، بيقطع الروتر. ده في ملفات في الروتر مستنيه، لان خد بالك ما انت عندك الايه الادلستيتور والروتر اهم، وفي بينهم اير جاب. خلاص، فلما بينشا مجال بيروح يلف 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 اهو، ويعمل كلوزد باسز، يلف 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 ويعمل كلوزد باسز. ففي السكه بيعمل ايه يا جماعه؟ المجال ده لما بيعمل كلوزد باسز بيروح في السكه قاطع ملفات اللي في الروتر، يقوم مولد فيها اي ام اف، يقوم مولد فيها اي ام اف. طيب الله، ده زي مين يا جماعه؟ مين يقول لي النظريه دي زي نظريه ايه؟ نظريه ايه يا جماعه؟ اللي هي في تيار في ناحيه بيعمل فلكس، والفلكس ده قاطع ملف تاني يولد فيه اي ام اف بفرادايز لو. ها ترانسفورمر ترانسفورمر مظبوط، برافو عليك، هي دي نظريه الترانسفورمر. يبقى الترانسفورمر والاندكشن ماشين هما الاثنين بيشتغلوا بالحث الكهرومغناطيسي. نظريه الاندكشن، نظريه الاندكشن هي اللي بتعمل لي او بتفسر لي الاوبريشن بتاعت كل من الترانسفورمر والاندكشن ماشين. طب احنا في الترانسفورمر كنا بنحط لود، فبنمشي كارنت. هنا مش هنا هعمل شورت سيركت فبرضه هيمشي كارنت. واحد يقول لي الله، طب ما احنا كده بنحرق الايه؟ الملفات. هقول لك لا، تعالى استنى بس شوي. يبقى اذا النقطه رقم 3، الفيلد لما بيقطع ثرو ذا اير جاب بيولد فولت في الروتر، وبالتالي الكارنت اللي بيمشي ده بيروح كارنت ماشي في ملفات الروتر، يقوم هو كمان عامل ماجنتيك فيلد. يبقى انا بقى عندي ماجنتيك فيلد جاي من الروتر، وكان عندي اصلا ماجنتيك فيلد جاي من الستيتور. وانتوا اخدتوا المفروض مع الدكتور ماهر حته ان لما بيبقى في عندي تو ماجنتيك فيلدز او تو فلكسيز جايين من سورسز مختلفه، بيحصل بينهم انتر اكشن. انتر اكشن ده بيأثر او بيولد تورك. تورك ده بيتناسب، بيبقى فانكشن في قيمه الفاي الاولاني والفاي الثاني والزاويه ما بينهم، لانه طبعا التو فلكسيز دول كفيكتورز ممكن يبقى في بينهم في السبيس زاويه. خلاص، فبالتالي بيتولد تورك. التورك اللي بيتولد ده بيبتدي بقى، لو عندي جزء او جسم روتيتنج مهيئ للدوران، التورك ده بيقوم بعمليه ايه يا جماعه؟ بيدور. فالجزء طبعا المهيئ للدوران هو الروتر، لانه راكب على شافت. تمام، فديو تو ذا انتر اكشن الماجنتيك فيلد بوشز ذا روتور انتو روتيشن، يبقى بيحصل نوع من الروتيشن. In the same direction of the rotation of the revolving، نفس اتجاه، في نفس اتجاه الفلكسيز ديت. الفلكسيز دي بتبتدي انها ايه؟ تدور الروتر، قوة مغناطيسية بتدور الروتر. Trying to align، هي بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول to align the magnetic axis of the rotor، بتحاول to align the magnetic axis مع اتجاه المجال بتاع الروتيتنج ماجنتيك فيلد. عارفين عاملين الحته دي؟ الحته دي بالتحديد عامله زي لما خدنا في الماتيريال فكره انك انت اما بتابلاي فلكس على ماده بارا ماجنتيك او دايا ماجنتيك او فيرو ماجنتيك، بيبقى في تندنسي للمولكيولز جوه انها تالاين نفسها، بتلف، بيبقى في تورك بيلف في المولكيولز علشان تالاين نفسها مع اتجاه المجال الابلايد. نفس الكلام هنا، ان انا عندي ايه؟ عندي تورك بيحاول يالاين الماجنتيك اكسس بتاع الروتر في اتجاه المجال الاصلي، وطالما المجال الاصلي بيلف اللي هو الروتيتنج فيلد، يبقى الروتر هو كمان هيقعد يلف. هيحاول يفولو مين يا جماعه؟ هيحاول يفولو مين؟ السينكرونس سبيد.
هيحاول يوصل للسينكرونس سبيد. خلاص؟ فلما بيحصل روتيشن ذا سبيد ان ار بتقعد تزيد. السبيد بتقعد تزيد بتقعد تزيد بتقعد تزيد، هي عايزه توصل للسينكرونس سبيد. لكن الحقيقه مش هتوصل. مش هتوصل. خلاص؟ فطول ما هي بتزيد في دايما فرق ما بين الـ NS، الـ NS دي ثابته والـ NR دي متزايده مع زياده السرعه. الفرق ده بنسميه ايه يا جماعه؟ بنسميه السلاب او السلاب سبيد، سرعه الانزلاق. خلاص؟ بس ركز كويس انه طبعا الـ EMF اللي بتتولد في الروتور، خلاص فاراداي قال انها بتساوي ان دي فاي باي تي اللي هو ليه علاقه بمعدل تغير الفلكس. طيب تخيل معايا، هنط كده صفحه كده لقدام اهي وبعدين هبقى ارجع تاني. تخيل معايا ان انا ات ستاند ستيل، الروتور واقف. اند ذا سليب، السليب هنا دي غلطه، دي هبقى اصلحها لكم في المحاضره في البي دي اف او في الباوربوينت اللي هتنزل. دي اس بواحد، لانه اس يا جماعه اللي هي مين؟ اللي هي السليب سبيد فرق ان اس ناقص ان ار از ا بيرسنت من الان اس. فلو الان ار بصفر، المكنه بتاعتي متوقفه، هيبقى السليب بواحد. خلاص؟ طيب لما يبقى المكنه متوقفه يبقى معدل القطع عالي جدا، هيبقى معدل القطع عالي with the rotor at standstill، هيبقى معدل القطع عاليه والفريكوانسي بتاعي هيبقى هو فريكوانسي السبلاي. يعني الاي ام اف اللي هتتولد يا جماعه هروح مسميها اي ار نود، او اللي هي الروتور اي ام اف ات standstill. بتبدا السرعه النسبيه، ما خد بالك ملفات المج او ملفات الروتور اللي جوه الروتور دي، ملفات الروتور اللي جوه دي، اما بتشوف مجال متغير، فاراداي قال ايه؟ ان المجال المتغير بيولد اي ام اف. طب تخيل ان الملف نفسه بيدور مع المجال، تخيل نفسه بيدور مع المجال، فمعدل القطع يا جماعه مين يقول لي هيتناسب مع ايه؟ يعني معدل قطع المجال للملفات هيساوي ايه؟ مين يقول؟ عايز اشوفكم شاطرين ولا لا؟ يعني الملف نفسه جوه الروتور عمال يلف، والمجال الروتيتنج فيلد عمال يلف، بس السرعات مش متساويه، يبقى معدل القطع هيتناسب مع مين؟ مع الفرق السرعات. برافو عليك، معدل القطع هيتناسب مع السرعه النسبيه اللي هي فرق السرعتين. فرق السرعتين اللي هي بتتناسب مع السليب. ما فرق السرعات هو السليب سبيد. فبالتالي الاي ام اف المتولده ات راننج هي اس اي ار نود. والفريكونسي بتاع دايره الروتور بتاع الكهرباء المتولده دي هيبقى اس اف سبلاي. عشان كده الروتور اي ام اف از ماكسيمم ات ستارتنج. التيار بيبقى او الاي ام اف بتبقى عاليه قوي في الستارت، لكن بتقل مع الراننج. عشان كده مفيش خطوره، ركزوا بقى كويس في الكومنت ده، عشان كده مفيش خطوره من الشورت سيركت ده. ليه؟ لانه مع دوران الروتور الاي ام اف دي بتقعد تقل 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 تقل، فالتيار اللي ماشي في الشورت سيركت بيبقى تيار ريزونبل، بيبقى يتناسب مع الريتد كارنت بتاع الموتور. المشكلة الموتور يتحرق امتى؟ لو الشافت بتاع الروتور او الروتور نفسه قفش. يعني ايه؟ يعني انت اديته كهرباء هو مش راضي يدور، في حاجة معصلجة مخلياه ما بيدورش. في هذه الحالة هتفضل الاي ام اف المتولدة عالية، هيفضل التيار اللي ماشي في الشورت سيركت كبير، هيتحرق الموتور. عشان كده الموتور لو انا مثلا عندي في البيت مثلا غسالة فول اوتوماتيك، الموتور بتاعها سنجل فيز اندكشن موتور، لو انا رحت حاشر الحله بتاعت الغساله دي غسيل اكتر من طاقتها وجيت ادوس ستارت، فالحله مش راضيه تدور بتاعت الايه بتاعت الغساله.
يحصل ايه يا جماعه بعد شويه؟ تسمع فرقعت ايه او تسمع طرقعت كده ان الموتور اتحرق وخلاص، يبقى انت خسرت الموتور. ليه؟ لان انت عامل لوكينج للروتور، فالاي ام اف المتولده في الاول دي العاليه دي فضلت مستمر، فضلت مستمر، وانت عامل شورت سيركت على ايه الملفات بتاعه الروتور، فالتيار عمال ايه يهري في الملفات لحد ما بيحرق. انما لو الموتور عادي جدا اديته كهرباء فدار، لما هيدور الاي ام اف المتولده هتقل، هتقل انها بتتناسب مع السرعه النسبيه، والسرعه النسبيه دي بسرعه بتوصل ال ان ار قرب ال ان اس، فخلاص ما بيبقاش فيه مشكله في الشورت سيركت اللي معمول دوت. خلاص، يبقى نراجع مع بعض كده الحته المهمه دي، انه الاوبريشن بتاعتي ان انا بدي سبلاي 3 فيز سبلاي ل 3 فيز ستيتور وايندنج، بانشئ روتيتنج ماجنتيك فيلد بيدور بسرعه ان اس، بيقطع ملفات الروتور، يولد فيها اي ام اف، تمشي كارنت لاني عامل شورت سيركت. الكارنت ده يعمل فلكس ينتر اكت وذ ستيتور فلكس، يعملوا لي تورك. التورك يدور مين؟ الروتور. الروتور يدور بسرعه ان ار. دايما هناك فارق ما بين الان اس والان ار بيسمى السليب سبيد، ولو قسمته على الان اس بيسمى السليب. يبقى ما هو السليب؟ هو الفرق بين ان اس وان ار بالنسبه لان اس. طيب حته مهمه قوي اللي هي انه عند سبيد بزيرو بتبقى اقصى اي ام اف متولده، سبيد مش بزيرو بتبقى الاي ام اف اقل، اقل بمقدار قد ايه؟ بمقدار اس في اي ار نوت والفريكوانسي اس في اف سبلاي. واضحه يا جماعه؟ بص بقى، اجي اسالك سؤال مثلا ترو فولس مثلا، هل من الطبيعي ان اوبريت الاندكشن موتور عند السينكرونس سبيد، هل ممكن توصل الان ار لان اس؟ لحظيا ممكن، لكن لا يمكن ان هو تستقر عند الان اس. ليه؟ لانه اذا السلاب بزيرو يا جماعه، اذا الان ار بتساوي ان اس يبقى السلاب بزيرو. لما السلاب هيبقى بزيرو يعني ما فيش سرعه نسبيه ما بين المجال وملفات الروتور، يبقى نو اندكشن تيكس بليس، ما فيش عمليه حس كهرومغناطيسي، ما فيش اي ام اف هتتولد. يبقى النو ريلاتيف سبيد يا جماعه هتؤدي الى نو اي ام اف، نو كارنت، كارنت هيبقى بزيرو، وبالتالي ما فيش فلكس هيتولد من دايره الروتور، وبالتالي ذيرفور ايه يا جماعه؟ نو تورك، مفيش تورك هيتولد. يبقى اذا وصلت لحظيا لاي سبب ما سرعه الروتور الى السينكرونس سبيد، بينعدم في هذه اللحظه التورك، تمام، وبالتالي بيحصل مفيش تورك، فيحصل سلو داون. سلو داون السرعه هترجع تقل شويه كمان، لما هترجع تقل تمام هيبقى عندي فرق في سرعه نسبيه، فيبتدي يحصل اندكشن مره ثانيه، ويبدا يبقى فيه كارنت وفلكس وتورك وهكذا. الله، يبقى ده معناه ايه؟ انه معناه انه الموتور بتاعي لو ما فيش تورك مطلوب منه، يعني ما عليهوش لود بالبلدي كده، ما عليهوش لود، ممكن سرعته توصل للسينكرونس سبيد. بس ما فيش موتور في الدنيا ما عليهوش لود. ليه؟ موضوع الغساله اللي كنت بكلمك عليه من شويه، لو انت شلت الغسيل خالص، طب ما هي الحله بتاعت الغساله ده وزن بلاش. لو انا سبت الشافت فري يا جماعه، لو انا حتى جايب موتور وسايب الشافت بتاعه فري، طب ما هو لما هيلف فيه فريكشن، فريكشن ده بيمثل تورك، تمام؟ فبالتالي عمر ما في اندكشن موتور هيقدر يوصل ات ستيدي ستيت الى سينكرونس سبيد، نظرا لانه دايما عليه تورك مطلوب منه. حتى لو انا شلت اللود ففي فريكشن تورك هيحصل، هيبقى لازم يعمل له كفرنج، لازم يغطيه. خلاص، فلذلك هذه الجملة حقيقية، ان the induction motor cannot running at the synchronous speed، ما ينفعش انه يمشي عن synchronous speed. طيب حتى at no load، حتى at no load، لان بيبقى فيه فريكشن ولو حتى 1%،
يبقى إذا سرعتك ممكن تصل إلى 99% من السينكرونس سبيد. طيب كل ما تحمل كل ما السرعة تقل تقل تقل، ممكن توصل في الآخر ل 95% ويبقى السليب 5%، الانزلاق أو الفرق بينهم 5%. هتلاقي حتى في المسائل أقول لك مثلا the full load slip مثلا is 4% is 5%، لكن عمره ما هيبقى مثلا 30%، عمره ما هيبقى 50% كده يعني. ده موضوع ال principle of operation يا جماعة، عرفناه فهمناه كويس، طبعا خدنا فيه وقت صحيح، بس مهم قوي انكم تبقوا فاهمين. خد بالك بقية المحاضرة analysis، analysis بمعادلات دوائر بتاع، فالكلام بقى هيبقى انتوا familiar بالنسبة لكم، لان الكونسبت احنا خلاص خلصنا الكونسبت اللي هو بند رقم 1 construction، بند رقم 2 ال principle of operation، انما الباقي هتلاقوه سهل قوي ان شاء الله. هل حد عنده اي اسئلة في اي جزء في المحاضرة حتى الان؟ ها دكتور، انا الجزء بتاع الاس اللي هو بيساوي ان والحاجات دي انا ما فهمتوش. بسيط، الخص لك تاني الحته دهيت. احنا اتفقنا على حاجه، اتفقنا انه ايه في البرنسبل اوف اوبريشن، انا عندي ماجنتيك فيلد جاي من الاستيتور بيقطع، عارف فاراداي قال ايه؟ فاراداي قال ان لو عندي ماجنتيك فيلد متغير بيقطع ملف، فبيولد فيه اي ام اف بتساوي ان دي فاي باي دي. فانا عندي الروتر، في ملف في الروتر، في ملف في الروتر او ملفات في الروتر، خلينا نرسم في الصفحه الفاضيه دي اهي، عندي ثلاث ملفات في الروتر، ده الروتر يا جماعه، وادي الشافت بتاعه اهو، خلاص. باجي انا اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل شورت سيركت. طيب عندي مجال مغناطيسي جاي من الستيتور بيلف وبيتغير بسرعه ان اس، المجال ده بيلف في الارجاب وبيروح الروتر ويرجع تاني، انتوا عارفين المجال المغناطيسي لازم يبقى عامل كلوزد باثس، فبيروح رايح، لما بيروح الروتر بيروح قاطع الملفات بتاعه الروتر، يولد فيها اي ام اف، الاي ام اف دي بتتناسب مع معدل تغير الفلكس اللي هو السينكرونس سبيد، فيمشي كارنت. اما يمشي كارنت تمام، واحد يقول لي الله طب الكارنت ده هيروح فين؟ ده برضو سؤال مهم ممكن تفكروا فيه، ان التلاته كارنت دي هتروح للشورت سيركت دي هتعمل فيه ايه؟ اقول لك مش هتعمل حاجه. ليه؟ لان التلاته وايندنجز دول قد بعض، الاي ام افس هتبقى قد بعض بس شيفتد ب 120 درجه، فهيمشوا تلاته كارنت قد بعض وشفتت ب 120. احنا اتفقنا خلاص من شويه انه اي ثلاثه فيزرز ايكوال ان ماجنتيود وشفتت ب 120 السمشن بتاعهم بصفر، فما فيش مجموع اصلا هنا، النيوترال بوينت دي هيبقى مجموع التيار اللي داخل لها بزيرو. طيب ايه اللي هيحصل؟ الكلام ده لما يمشي في الملف ده هيعمل فلكس، يبقى انا عندي فلكس جاي من الستيتور، عندي فلكس جاي من الروتر، التو فلكسيز دول عملوا انتر اكشن مع بعض، عملوا تورك، التورك ده راح مدور جسم الروتر والشافت ده دار، خلاص. لما دار الروتر اصبح الملف بتاعي، هي بقى الحته دي بقى اجابه سؤالك هنا بقى، انه الملف بتاعي اصبح ما بيتقطعش، اصبح بيشوف المجال. يعني اقول لك على حاجه، اقول لك على فكره حلوه، لو انا بلف تراك وانت واقفه ثابته، يبقى انا بسرعتي انت هتشوفيني مثلا مره كل دقيقه، مره كل دقيقتين على حسب سرعتي. طب لو احنا بنلف احنا الاثنين في نفس الاتجاه، كام مره انا او كل قد ايه انا هلف اعمل عمليه كاتنج، او يعني ان هو كروسنج ليكي؟ هيبقى الزمن اطول. ليه؟ لان احنا السرعه النسبيه ما بيننا بقت ايه؟ بقت اقل. يبقى اذا معدل انه الفيلد ده يقطع الملف ده تمام، بقى معدل اقل شويه لما الروتور دار. المعدل ده اللي هو السرعه النسبيه
او يتناسب مع السرعه النسبيه، فانا السرعه دي خدت نسبتها من ال NS وسميتها معامل جديد اسمه السلاب. خلاص؟ فاصبح معدل القطع بيتناسب مع السلاب، وبالتالي معدل القطع ده لما بيتناسب مع الاس يبقى الـ EMF اللي بتتولد في دايرة الروتر هتتناسب مع السلاب، يبقى هتساوي S في الـ E اللي اتولدت أول مرة خالص لما الروتر كان at stand still، لما الروتر كان متوقف. خلاص؟ يبقى الـ EMF يا جماعة بتقعد تقل 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 طول ما الروتر عمال سرعته تزيد 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 تزيد. تمام؟ فيبقى القانون ده او الحته دي مهمه قوي، هو اللي بيحدد لي قد ايه الار او الروتر اي ام اف بتقل مع الدوران. طيب اذا الان ار تساوت مع الان اس يبقى الاس بكام؟ بزيرو، يبقى ده هيبقى زيرو، مش هيتولد اي ام اف، مش هيبقى فيه كارنت ماشي، مش هيبقى فيه تورك ماشي، او مش هيبقى فيه تورك ابلايد. عشان كده بنقول ايه؟ انه ما ينفعش اطلاقا ال ان ار دي تو ريتش توصل لل ان اس، لان في هذه الحاله ما فيش تورك هيتولد، وبالتالي ما ينفعش الموتور يفضل داير، هيحصل له ايه؟ سلو داون، هيحصل له سرعته هتقل شويه. خلاص؟ فلما سرعته تقل شويه يبدا يتولد تورك مره ثانيه. فيبقى القوانين المهمه هنا يا جماعه، انا هجمع لكم القوانين المهمه، تعال نشوف ايه القوانين المهمه. ادي قانون نمره واحد، ان اس بتساوي 60 اف على بي. ادي قانون نمره اتنين اللي هو السلاب بيساوي الريلاتيف سبيد على ان اس. طبعا دول مشتقين من القانون رقم اتنين، ان انا عملت كروس مالتيبليكيشن اس ان اس وبعدين جبت ده يمين ده شمال، يبقى ده قانون ماشي مفيش مشكلة نسميه نمرة 3 اللي هي NR بدلالة الـ NS. القانونين دول مهمين قوي لما بيوضحوا انه at running الـ EMF اللي بتتولد في دايرة الروتور بتقل هي والفريكوانسي بتاعها، فالقانون ده نمرة 4 او المجموعة دي من القوانين او القانونين دول نمرة 4. تمام؟ كل بقى ده ايه؟ خلاص ده تعليقات. يبقى القوانين دي هي اللي بتنظم عملية الـ NS والـ NR والـ SLAB والـ EMF اللي بتتولد و الكلام ده كله. خلاص؟ شكرا يا دكتور. لا لا. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض الـ Equivalence. انتوا عارفين ان احنا اي حاجة في الكهرباء بنعملها equivalent circuit، يعني الدي سي ماشين عملت له equivalent circuit، الترانسفورمر عملت له equivalent circuit، حتى الماجنتيك سيركتس بنعمل لها equivalent circuit. خلاص؟ كل حاجه، يعني حتى لما خدتوا ميجر كنتوا دايره الميجرمنت ديفايس كنتوا بتعملوا لها equivalent circuit. مش بس في الباور، في الحاجات الكوميونيكيشن، اي حاجه بتعملوا لها equivalent circuit. تمام؟ فبالتالي لابد ان انا ايه؟ اتعامل مع الاندكشن موتور اعمل له ايكويفالنت سيركت. الحقيقه الموضوع بسيط قوي، لانه زي ما انت قلت هو اكزاكتلي نفس نظريه عمل الترانسفورمر. يبقى الستيتور وايندنج، الثري فيز ستيتور وايندنج، هاخد فيز منهم، يعني هرسم فيز واحد، هرسم فيز واحد، هحط الفي فيز سبلاي واروح حاطط الار والاكس بتوع الستيتور وايندنج اللي هو هيبقى بدلا من البرايمري، واقوم حاطط الترنز ريشيو قصاد بعض كده، دي الاي ام افس متولده في الستيتور وفي الروتور، ودي البارامترز بتاعت الروتور وايندنج اللي هي اكنها هنا بتحل محل السكندري، دي الانترنال ريزيستنس بتاعت الروتور والليكج رياكتنس بتاعت الروتر. ولازم اوضح ان هناك لوسز عباره عن اي دي اند هيستريسيس لوسز، فبعبر عنها بتيار ماشي في مقاومه، وماجنتايزنج كارنت عباره عن ايه يا جماعه؟
عبارة عن magnetizing current IM ماشي في reactants. يبقى البرانش ده فهمناه قبل كده، خدناه قبل كده في الترانسفورمر، ان ده النو لود كارنت. النو لود كارنت اللي هو بيبقى فيه الكور لوسز كارنت والماجنتايزنج كارنت. طيب مين يفكرني كنت بعمل ايه الدايره دي؟ كنت بعمل الخطوه اللي جايه كنت بعمل لها ايه بقى؟ يعني ينفع ان انا اسيب الحته دي كده الماجنتيكالي كابلد كويلز دي كده، ولا كنت بعمل فيها حاجه؟ كنت بشيلها وان ايه، كنا بنعمل ايه؟ ريفيرنج. برافو عليك، كنا بنعمل ريفيرنج من السكندري للبرايمري. طب الريفيرنج ده كان بيبقى ان انا لازم ابقى عارف الترنز ريشيو. طب ماشي، انا عارف الترنز ريشيو A الى 1 مثلا، A لفه الى 1 لفه، تمام. بس عندي مشكله بقى، مش انا من شويه كده وحتى زميلتنا لما سالت قالت حته الايه التغير السلاب او تغير السرعه ده بيؤدي الى تغير ايه يا جماعه؟ الاي ام اف. فانا انهي اي ام اف اللي هعمل لها ريفيرنج؟ مين يقول لي، مين يجاوبني على السؤال ده؟ يا ترى انهي اي ام اف هعمل لها ريفيرنج؟ الار ام اس. ماشي، الار ام اس جميل، بس ات ستاند ستيل ولا ات راننج؟ هو الموتور متوقف ولا هو بيدور؟ هو بيدور. حد يفكر معانا كده يا جماعة. أنا دلوقتي عايز أعمل زي الترانسفورمر بالظبط. هو الترانسفورمر بيدور ولا ما بيدورش؟ يبقى هو واقف بالظبط كده. يبقى إذن يا جماعة عشان أعمل نفس فكرة الترانسفورمر يبقى لازم يبقى عندي نفس كونديشن الترانسفورمر بالظبط، إنه الـ E اللي عندي تبقى E R at standstill. طب الاي ار بشكل عام انا عايز ارسم دايره عامه، فالدايره اللي عندي دي الاي ار بتاعتها ات راننج، فاروح عامل حاجه لطيفه جدا، امسك دايره الروتور. مش دايره الروتور دي فيها اي ام اف وفيها ار وفيها اكس، تمام. طيب انا همسك الثلاثه اليمنتس دول اهو، حتى هغير باللون تاني اهو، ادي الاي بتمشي الكرنت ده في الامبيدنس ديت، خلاص بسيطة جدا. أنا أقول إيه؟ والله الـ R الروتر بيمشي فيه كارنت بيساوي الـ E على الإمبيدنس، الـ E على الإمبيدنس. طيب مش الـ E دي اللي هي at running بتساوي S E at standstill؟ الـ R دي ملهاش دعوة بالـ S، الـ X ليه ليها دعوة؟ ليه هنا حطيت S يا جماعة؟ مين يقول لي؟ الاكس دي قول عشان عشان الفريكوانسي بتتاثر بالفلاكس، عشان ايه؟ الفريكوانسي صح؟ الريزيستنس بتتاثر تاني، الريزيستنس ما بتتاثرش، انما الرياكتنس هي الاكس بتساوي ايه؟ مين يفكرني الاكس الرياكتنس كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي اوميجا ال او 2 باي اف ال، واحنا قلنا انه ات راننج الفريكوانسي بتاع الكرنت بتاع دايره الروتور بيبقى اس في الاف سبلاي. فعشان كده يا جماعه الرياكتنس بالتبعيه بتبقى اس في الرياكتنس ات ستاند ستيل. لو قسمت فوق وتحت على اس هتروح الاس من هنا وهتروح الاس من هنا وهتظهر تحت الار. يبقى خلاصة الكلام إن ممكن أستبدل القيم الثلاثة الحقيقية دول ER وRR وXR بER نود وR على S وXR نود. هل أنا كده غيرت تيار الدايرة؟ تيار الدايرة زي ما هو، الآي روتور زي ما هو، بس إيه اللي أنا كسبته؟ اللي أنا كسبته إنه الاي ام اف اللي عندي دلوقتي هي الاي ام اف ات ستاند ستيل اللي هي ينفع يتعمل لها ريفيرنج، اللي هي ينفع يتعمل لها ريفيرنج. وفعلا لما هعمل الريفيرنج اهو، عارفين بقى هضرب في الترنز ريشيو بالنسبه للاي وهضرب في الترنز ريشيو سكوير بالنسبه للريزيستنس والرياكتنس، هيطلع لي حاجه هنا اسمها
ار2 على اس، يبقى الار2 على اس يا جماعه هي اكنها الترنز ريشيو تربيع في الار روتر على اس، والاكس 2 هي الاكس بتاعت الروتر هتستاند ستيل في الترنز ريشيو سكوير برضه. يبقى الدايره بتاعتي خلاص يا جماعه اصبحت زي الترانسفورمر بالظبط. ممكن اعمل تعديل بسيط زي ما عملنا في الترانسفورمر، نقلنا البرانش ده الناحيه الثانيه نظرا لانه تيار النو لود ده بيبقى قليل، فما فيش مانع يعني ان البرانش ده يمشي في التيار الثاني. خلاص هعمل بس حته زياده، نعمل حته زياده. ايه هي؟ هاخد المقاومه دي، المقاومه دي قيمتها كام؟ R2 على S، هقول هقسمها مقاومتين سيريز، هقسمها مقاومتين سيريز، مقاومة اسمها R2 ومقاومة اسمها RX مجهولة، وأوجدها. أوجدها إزاي؟ بإني أطرح R2 على S ناقص R2، هتقوم تطلع 1 ناقص S على S R2. يعني أكن يا جماعة فكيت زي ما يكون عندك مقاومة 10 أوم تفكها مقاومتين سيريز 3 و7، يجرى حاجة في الدايرة ولا تفضل زي ما هي؟ تفضل زي ما هي. بس ميزة ده إيه؟ ميزة ده إن بقى عندي ترم يمثل المقاومة الحقيقية للروتر refer to the stator، زي ما في عندي مقاومة الحقيقية للستيتور. يبقى دي تعتبر مين يا جماعة؟ دي تعتبر اللوسز بارامترز، دي تعتبر اللوسز بارامترز اللي هي R1 وR2 مع طبعا الار سي، هي دي اللوسز بارامترز. والاكسات هي الليكج رياكتانس بارامترز. الله، امال اللي على اليمين ده ايه؟ مين يقول لي اللي على اليمين ده يوصف ايه؟ ها ده يوصف الميكانيكال لود باور اللي هي الريزيستنس المكافئه للميكانيكال لود. الله، ده بقى عامل زي الترانسفورمر بالظبط. بس الحقيقه احنا في الترانسفورمر كنا بنحط لود كهربي، بنحط فعلا مقاومه 10 اوم 20 اوم على حسب. احنا هنا حاطين ميكانيكال لود بس بنوصفه بالايه؟ بالمقاومه دي. يبقى دي مقاومه غير حقيقيه وانما وصف لمين؟ للميكانيكال لود اللي محطوط. واحد يقول لي طب انا ايش ضمني انه المقاومه دي فعلا بتوصف الميكانيكال لود؟ هقول لك تعالى ازود حته هنا كده بسيطه قوي، عايز لي فيها صفحه فاضيه كده اهو. مش المقاومه دي 1 ناقص اس على اس ار2 يا جماعه؟ عشان المقاومه دي توصف الميكانيكال لود بشكل دقيق، ايه التو اكستريمز في الكهرباء، في اللودنج في الكهرباء؟ مين يقول لي ايه هما التو اكستريمز؟ يعني اقل لود بيبقى اسمه ايه واعلى لود بيبقى اسمه ايه؟ برافو عليك، الاوبن سيركت ده يعتبر هو النو لود. اوبن سيركت والموستلي هيفي لود، يعني المصيبه بقى خالص او الحاجه اللي يعني اللي بتبقى يعني بتسحب تيار عالي قوي هي الشورت سيركت. طيب في الميكانيكا النو لود انك تعمل ايه؟ تسيب الفري شافت، تسيب الشافت فري، صح؟ النو لود ميكانيكال يا جماعه انك انت تسيب الشافت فري، يعني سرعته تقترب جدا من السينكرونس سبيد، يعني السلاب يبقى بكام؟ السلاب يبقى بكام؟ زيرو. يبقى المقاومة بتاعتي دي تبقى بكام؟ واحد ناقص زيرو على زيرو، واحد على زيرو يبقى انفينيتي. الله، يبقى الانفينيتي ده، طب ما الانفينيتي ده هو الاوبن سيركت يا جماعة. ما هو المقاومة تبقى انفينيتي ده هو الاوبن سيركت. يبقى فعلا تخيلوا انه فعلا النو لود الميكانيكال نو لود ترجمته على الدايره دي المكافاه
ترجمته open circuit. طيب أقصى حمل إيه الحاجة اللي تحرق؟ عايزين حاجة زي short circuit كده. إيه الحاجة اللي تحرق الموتور اللي لسه قايلها من شوية؟ واقف الروتر إنه إيه؟ نعمل له لوكينج. لو قدرت أعمل لوكينج يبقى أنا ده أقصى حمل ميكانيكال ممكن أحطه في الدنيا. إذا أنت مسكت الشافت منعته من الحركة هو ده أقصى حمل ميكانيكال، حمل الذي يمنع الحركة أساسا. يبقى أقصى حمل ميكانيكال يديني إيه يا جماعة؟ يديني سليب واحد. سليب واحد يعني إيه؟ يبقى المقاومة دي كام؟ واحد ناقص واحد بكام؟ بصفر. زيرو مقاومة، زيرو مقاومة يعني إيه؟ يعني شورت سيركت. أي حاجة إن بتوين هتديني أي حاجة إن بتوين، يبقى إذن 100% المقاومة دي بتوصف الميكانيكال لود. طالما بتوصفه في حالة النو لود وبتوصفه في حالة الفيري هيفي لود يبقى هي قادرة على وصف الميكانيكال لود بنسبة 100%. بنسبة 100 في الايه؟ في المية. بس دي حتة مهمة قوي قوي يا جماعة، الايكوفالنت سيركت. يعني فاضل جزء في المحاضرة بس انا هديكوا فرصة تشموا نفسكوا دقيقتين ثلاثة كده، يعني نريح شوية او نسكت شوية لمدة دقيقتين ثلاثة كده خلاص، يعني نريح فيهم اكن بريك، اكننا في بريك. بس برضو لو حد عنده سؤال يقول لي. طبعا في مسائل بقى على الجزء ده، ان احنا مثلا نحسب الكرنت اللي ماشي، نحسب الباور، نحسب الافشنسي. خلاص احنا هنعامل السيركت دي زي الترانسفورمر بالظبط، زي شيت الترانسفورمر تمام. بس طبعا بيبقى فيه اختلافات بقى، لان هنا عندي بقى الحته بتاعت السلاب والان ار يعني برضو عندي حته هنا ايه مختلفه شويه، انه هيبقى فيه تورك بقى كالكوليشن. خلاص اي استفسار يا جماعه؟ طيب هندي كده ايه يعني دقيقتين بس كده، انا يعني برضو اخد نفسي وانتوا برضو ايه تريحوا سنة كده.
طيب السلام عليكم شباب مرة تانية. تعال نشوف بقى الجزء اللي باقي. الباور ايكويشنز بقى، بص بقى ركزوا كويس بقى في اللي هيجي ده. هناخد من الشكل اللي قدامنا ده من شكل الايكوفالنت سيركت، عندي ثلاث انواع من اللوسز واضحين قدامي. الكابر لوسز اللي في الستيتور وايندنج، الكابر لوسز اللي في الروتور وايندنج، والكور لوسز اللي هو اللوسز اللي في الحديد. خلاص، فهبتدي اعمل حاجه اسمها الباور فلو جراف. ان انا بدخل باور هنا الكتريكال سبلاي، البي انبوت بتاعتي بيضيع منها الستيتور كابر لوسز اهي، بعد شويه الكور لوسز، خلاص ناحيه الروتور بيضيع مني الروتور كابر لوسز، بيتبقى لي باور اللي هي بقى بتروح لللود، اللي هي بتتحول ميكانيكال، اللي هي الديفلوبد. يبقى الديفلوبد باور دي هي الطاقه اللي حصل لها انرجي كونفرجن، الطاقه اللي اتحولت، من ايه؟ من الكتريكال الى ميكانيكال، اقل طبعا شويه من البي انبوت، بس مش هي دي الطاقه او القدره الايه النهائيه، لا بخسر منها حاجه اسمها الفريكشن لوسز. دي ميكانيكال طبعا مش هتبقى موجوده على الايكوفالنت سيركت، وفي حاجه اسمها الستراي لوسز. الستراي لوسز دي او القدره الشارده احيانا بييجوا يعملوا ايه، يعملوا اناليسيس او اختبار معملي للموتور، فيحسبوا القدره اللي داخله له ويحسبوا اللي خارج منه، ويقعدوا يحسبوا اللوسز دي كلها، يقعدوا يحسبوا في اجهزه تحسب ده طبعا كله، فيلاقوا ان المعادله ما حصلش فيها بالانس، في فرق كده شويه واتس كده، شويه باور كده بسيطه، فيقولوا خلاص دي الباور اللي احنا مش قادرين نقدرها، فبنسميها الستراي لوسز، بتبقى في حدود مثلا ربع في المية من قدرة الموتور، واحد من 10%، بتبقى حاجة قليلة قوي يا جماعة، وأنا حتى في المسائل ههملها خالص. الباور اللي هي قبل الكابر روتور أو الروتور كابر لوسز بنسميها الاير جاب باور، على اعتبار ان دي اكن الباور اللي هي بعد ما خلصت الستيتور، اكن الستيتور خلص هنا وبدات الروتر، فالباور دي بنسميها البي جاب. يبقى البي جاب هي مجموع الديفلوبد مع الكابر روتر او الروتر كابر لوسز. لو حبيت احط الكلام ده كله في معادلات، عندي في اي كوساين فاي، انتوا عارفينها دي من السيركتس، في اي كوساين فاي، بس ده انا عندي 3 فيز، خد بالك انا برسم الايكوفالنت سيركت بير فيز، انما هما في الاساس 3 فيزز، فيبقى الانبوت باور 3 في اي كوساين فاي، اي كوساين فاي دي ده الانبوت باور فاكتور. طيب 3 اي سكويرد ار ده الستيتور كبر لوس، 3 في سكوير على ار ده الكور لوسز من الايكوفالنت سيركت، 3 اي سكويرد ار بس اللي هي ناحيه الروتر، يبقى دي الروتر كبر لوسز، الميكانيكال لوسز اللي هي الفريكشن والستري. طيب اخر حاجتين يا جماعه، البي ديفلوبد دي احنا اتفقنا اللي هي انا عندي مقاومه الايه، الواحد ناقص اس على اس ار 2، يبقى الباور اللي فيها اهي 1 ناقص اس على اس ار 2 في 3 اي سكوير، يبقى دي الباور ديفلوبد باور. طيب لو جمعت عليها الباور بتاعت الار 2 خلاص اللي هي 3 اي 2 سكوير ار 2 دي اللي هي الكابر لوسز، لو جمعتهم هرجع اوحد المقام على اس واجيب هتطلع لي الجاب باور، يبقى دي الاير جاب باور ودي الديفلوبد باور، المفروض ليهم علاقه ببعض. ايه علاقتهم؟ زي ما شايفين القانونين، شايفين الفرق الواحد ناقص اس، يبقى ممكن اقول اه والله يبقى البي ديفلوبد هي واحد ناقص اس بي جاب.
طب امال الاس دي راحت فين؟ الكبر لوسز. يبقى اذا السلاب يا جماعه يهمني انه يبقى قليل as possible، تمام as I can، لانه السلاب كل ما يزيد كل ما نسبه الكبر لوسز بتزيد with respect للجاب باور، اكن الجاب باور دي الباور اللي جايه لي معديه بقى داخله على الروتر. اس بي جاب دي النسبه اللي بخسرها، والواحد ناقص اس بي جاب دي النسبه اللي بتتحول الى ميكانيكال. هذه النسبه لو قسمتها او هذه الباور لو قسمتها على الاوميجا بي ديفلوبد على الاوميجا ميكانيكال، او الواحد ناقص اس بي جاب على واحد ناقص اس اوميجا سينكرونوس، دي الديفلوبد تورك. يبقى ممكن احسب الديفلوب تورك ازاي؟ ببي ديفلوبد على اوميجا ميكانيكال او بي جاب على اوميجا سينكرونوس. واحد يقول لي ايه الفرق بين الاوميجا ميكانيكال والاوميجا سينكرونوس؟ الاوميجا ميكانيكال هي سرعه الروتور الحقيقيه، انما اوميجا سينكرونوس اللي هي 2 باي اف، اللي هي 2 باي اف على بي، اللي هي ليها علاقه بالفريكوانسي او ليها علاقه بالان اس سينكرونوس سبيد، انما السرعه الحقيقيه هي الاوميجا ام. طيب بعد ما اخصم الميكانيكال لوسز ممكن لو قسمت البي اوتبوت على اوميجا ميكانيكال اخد التي اي. يبقى سهله جدا كده الايه المعادلات دي، كل طبعا دي معادلات بقى بتخدم المسائل، والباور فلو جراف ده مهم جدا يا جماعه، لان احيانا في بعض المسائل هنشوف النهارده سولفد اكزامبل ان انا ما بعوضش في الكرنت بقى والفولت، لا بالعكس ده انا بديك الباورات واقول لك والله هات لي الباور الفلانيه، تقعد انت تجمع وتطرح وتخصم وتجيب الباور الفلانيه، وفي الاخر ممكن يطلب منك الافشنسي. الافشنسي بتساوي ايه يا جماعه؟ البي اوتبوت على بي انبوت. ها اي سؤال يا جماعه في الجزء الخاص بالباور ايكويشنز؟ فاضل لنا بقى توبك واحد بس اللي هو التورك سبيد كاركترستكس. اي استفسار يا جماعه لحد دلوقتي؟ اي حد عنده سؤال؟ طيب عظيم جدا. هنشوف بقى التورك سبيد كاركترستكس. هجيب المعادله اللي انا لسه وصلها من شويه اللي هي بي جاب على اوميجا سينكرونس، ادي البي جاب على الاوميجا سينكرونس، واروح جاي عامل ايه؟ هفك الاي 2 دي من الايكوفالنت سيركت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك كده اهوت، انه ادي النو لود برانش اهو، وادي الار والاكس والار والاكس والار، كل المجموع ده يا جماعه، كل دي الامبيدنس دي، لو انا قسمت الفي ابلايد على الامبيدنس دي كلها هجيب الاي. هعمل كي في ال، اكني بعمل كي في ال في اللوب اللي فوق. يبقى الاي هي عباره عن الماجنتيود بتاع الفولتج على الماجنتيود بتاع الامبيدنس. طب الامبيدنس بتاعتي اللي هي كل الريل بارت اللي هي ار 1 وار 2 على اس تربيع، وكل الايماجينري بارت الاكسات كلها تربيع تحت الروت. خلاص؟ طبعا انا عايز الاي ولا عايز الاي سكوير؟ انا عايز الاي سكوير. يبقى الفي هتتربع والروت هيتربع، ما يبقى مفيش روت، يبقى مفيش روت. والاس هتنزل جنب الاوميجا اس هنا. يبقى القانون ده يا جماعه هحفظه واقول عليه ده التورك سبيد كاركترستكس. واحد يقول لي الله فين التورك؟ ماشي ده التورك اهو، فين السبيد يا جماعه؟ ده 3 في ار واس واوميجا اس وار وار واكس 1 واكس، فين السبيد هنا؟ ها الاوميجا في الاوميجا؟ لا الاوميجا دي الاوميجا سينكرونس اللي هي بتساوي 2 باي فريكوانسي على بي ثوابت، الفريكوانس ده ثابت بتاع السبلاي والبي نمبر اوف بول بيرز. ها جوه ايه؟ في الاس. برافو عليك. الاس ظهرت هنا وظهرت هنا. الاس، ما هي الاس دي يا جماعه هي مين؟ هي ان اس ناقص ان ار على ان اس، يبقى الان ار هي موجوده بس طبعا موجوده متفرقه في المقام هنا وهنا وهنا، فبالتالي بيبقى صعب ان انا ارسم الكيرف ده، علاقته صعب ان ارسمها، فممكن استخدم ماتلاب مثلا او اي بروجرام. تمام؟
وممكن اني استخدم المعادله دي مثلا في ايجاد الستارتنج تورك. الستارتنج تورك يعني بحط الاس بواحد، لان الان لما تبقى بزيرو بيبقى الاس بواحد، فالواحد هنا وهنا يتشالوا، يبقى ده قانون يا جماعه ستارتنج تورك. طيب المعادله دي لما اجي ارسمها هتديني شكل عامل ازاي؟ بصوا اهو الشكل ده تحفظه، ان الستارتنج تورك اللي انت حسبته اهو، يبقى المحور ده يا جماعه هو محور التورك بالنيوتن متر، المحور ده هو محور السرعه بالار بي ام، في محور عكسي كده اللي هو السلاب. ليه عكسي؟ لانه السرعه لما بتبقى بصفر بيبقى السلاب بواحد، السرعه ما بتزيد وتوصل للان اس بيبقى السلاب بصفر، السلاب بيتحرك عكسيا عكس الان. هتلاقي الماتلاب لما بيرسم لك الكيرف ده بيرسمه بالمنظر ده، بيأكد لك صحة كلامنا اللي قلناه في الأول، إن لو السرعة الفعلية وصلت إلى السرعة NS ساعتها هينعدم الإيه؟ التورك، التورك هيبقى بصفر. خلاص؟ إنما الأوبريشن بقى ممكن جدا تبقى هنا، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى هنا، ممكن تبقى هنا، اي نقطة على الجزء الاخير من الكيرف ده هو يا جماعة بيبقى الاوبريتنج بوينت بتاعة الاندكشن موتور على الجزء الاخير من الكيرف ده، حيث التي ماكس ده ممكن اجيبها ازاي؟ اجيبها اني افاضل المعادلة واسويها بالصفر، هحصل في الاخر على قيمة السلاب اللي بيحصل عنده ماكسيمم تورك وقيمة الماكسيمم تورك نفسه. بس القيم دي يا جماعة ابروكسيميتد لما بكون بهمل مقاومة الستيتور، فدي حتة مهمة قوي، إن ما تستخدمش القوانين دي إلا لو أنا عامل نيجليكشن لمقاومة الستيتور. خلاص؟ طبعًا مين اللي بيحدد الأوبريتنج سبيد؟ اللود. اللود لأنه زي ما الموتور له تورك سبيد كاركترستكس، الميكانيكال لودز يا جماعة ليها تورك سبيد كاركترستكس. يعني مثلًا لو عندي مروحة، المروحة دي بتبقى الكاركترستكس بتاعتها عاملة كده، خط مستقيم أو خط مايل بالمنظر ده، فتلاقيهم يتقاطعوا في النقطة دي، يبقى هي دي نقطة الأوبريتنج بوينت. طب مروحة أتقل شوية هيتقاطعوا هنا، طب مروحة أخف شوية هيتقاطعوا هنا، فتلاقي كل ما اللود يزيد كل ما السرعة تقل سنة تقل سنة. خلاص؟ زي ما انتوا شفتوا الكيرف بتاعي، طبعا الكيرف ده انا يعني مش هشرحه الاخراني دوت على اعتبار ان ده بيدينا حته الجنريتور، فبلاش يا جماعه الحته دي، الكيرف ده هنلغيه، نبقى ناخده بقى بالتفاصيل بقى. المجموعه بتاعه باور تبقى تاخده بالتفصيل بقى في المواد الخاصه بالالكتريك ماشينز بعد كده، انما احنا عايزين نتكلم فقط في مين؟ في الكاركترستكس بتاعة الموتور أو بتاعة الاندكشن ماشين لما بيشتغل أز موتور. تعال نشوف السولفد اكزامبل دوت. سولفد اكزامبل بسيط قوي، بيقول لك 480 فولت 50 هورس باور 3 فيز ستار كونكتد اندكشن موتور دروينج بيسحب 60 امبير، يبقى ده التيار بتاعه اي 1. خد بالك من حاجة بقى، ركز كويس عشان النقطة دي ممكن تلخبطكوا. دايما الفولت اللي بيبقى جيفن بيبقى لاين تو لاين فولتج، فلو انا موصل زي ما هو قال كده الستيتور بتاعي ستار كونكتد، الفولت اللي هو بتاع الملف ما بيساويش ال 480، 480 ده بين اللاين واللاين، بقسمه على جذر 3 يا جماعه، هتلاقيني حتى بص اهو قسمته على جذر 3، فالفي والاي اللي هو مديهم لي مع الباور فاكتور كافيين تماما اني احسب الانبوت باور، اضرب في 3 واحسب الانبوت باور، هو ده اول حاجه هحسبها من الفولت والكرنت والباور فاكتور. وبعدين قعد يديني اللوسز 2 كيلو وات ستيتور كبر لوسز، 700 وات روتور كبر لوسز، فريكشن اند ويندج 600 وات، كور لوسز، يبقى مديني كل اللوسز يا جماعه، لان انا قلت لكم ههمل الستري لوسز، الستري لوسز مهمله.
يبقى هو اكنه المساله دي مين يحلها لي؟ الباور فلو جراف. عندي اربعه لوسز زي ما انتم شايفين، بيخش الانبوت بعد التو لوسز دول بيبقى جاب، بعد اللوسز دي بيبقى ديفلوبد، بعد هنا بيبقى الاوتبوت. فانا هقعد بشكل بسيط جدا يا جماعه، اقعد اخصم، اقعد اخصم يعني الانبوت اللي انا حسبته ده هخصم منه الستيتور كبر لوسز والكور لوسز. طب فين هم دول؟ اه ده 2 كيلو وات، الكور لوسز 1.8 من 10 كيلو وات، 1800 دي اللي هي 1.8 كيلو، يبقى دول هروح خاصمهم يا جماعه اهو شايفين. يبقى انا جبت البي جاب، هخصم الكبر لوسز ال 700 وات يبقى جبت البي ديفلوبد، هخصم ال 600 وات يبقى جبت البي اوتبوت. زي ما انتم شايفين طبعا اسئله سريعه تناسب فكره الام سي كيو. لو انا بقول لك طب احسب لي البي جاب واديك كذا رقم وانت تطلع لي قيمه، طب احسب لي الكبر لوسز، طب احسب لي البي ديفلوبد، الكلام ده كله. فلازم تبقى انت مركز كويس وعارف الباور فلو جراف عشان ممكن جدا بدل ما تطرح تلاقي نفسك بتجمع فتطلع حل غلط اكون حاططه لك من ضمن الام سي كيو فتغلط وتحط الرقم غلط. انما طبعا لازم تبقى فاهم كويس الباور فلو جراف، ان طول ما انا ماشي، بصوا طول ما انا ماشي في الاتجاه ده عمال اخصم لوسز، عمال اخصم لوسز. هجيب لكم في الشيت مساله العكس، هديك الاوتبوت واطلب الانبوت، هتلاقي ان انت وانت راجع لورا عمال تجمع اللوسز. تمام، اخر حاجه الافشنسي اللي هي الاوتبوت على الانبوت، هضرب في 100 يطلع 88%. طبعا ده نسبه معقوله جدا بالنسبه للاندكشن موتورز، ده رينج طبيعي للافشنسي. خلاص، طبعا ان شاء الله هيبقى في شيت على الموضوع بتاع الاندكشن موتورز، خلاص هنحله قبل ما نخش بقى ان شاء الله الاسابيع المتبقيه، يعني ما فاضلش اكتر من اسبوعين او ثلاثه هنتكلم فيهم، يا دوب نلحق نتكلم على بعض الرينيوبل بقى انرجيز بالتفصيل. عندنا البي في عايزين نتكلم عليها، وعايزين نتكلم عن الويند، عايزين نتكلم عن البي في وعايزين نتكلم عن الويند بشكل تفصيلي شويه برضو، لان مهمين قوي ما ينفعش ان احنا نخلص الكورس من غيرهم. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ دكتور معلش معلش، ها الفولت، انا ليا سنت هارو 3، انا باخد انهي فولت وانهي كارنت؟ اه ده الانبوت فولتج دايما 480 فولت، ده موتور، فالموتور بياخد كهرباء فده الانبوت فولتج. 50 هورس باور ده بتبقى الريتد اوتبوت باور، انا مش هستخدمها 50 هورس باور دي خالص، لان هو ما قاليش انه شغال عند الريتد باور. فانا خدت الانبوت فولت ده بقى اسمه في 1 درو، يعني بيسحب 60 امبير، يبقى ده الاي 1. اتا باور فاكتور يبقى كوساين فاي 1. ها قول تاني معلش، تاني سؤالك ايه معلش؟ طيب فاحنا بنضرب التلاته في بعض عشان نجيب الانبوت باور. قد يكون سؤالك ليه قسمت على جذر تلاته؟ انا بقسم على جذر تلاته يا جماعه امتى؟ لما بتبقى الكونكشن بتاعتي ستار. طيب هو في حاجه غير الستار؟ اه في دلتا كونكشن، ان الملفات بتاعتي تبقى واصله دلتا، التلاته سبلايز بتوعي اهم. يبقى ركز كويس، ادي التلاته سبلايز بتوعي قد يدخلوا على الستار ستار وايندنج او يدخلوا على الدلتا وايندنج. انا في الحالتين بدور على مين؟ على الفولت اللي بيقع على الملف الواحد. في حاله الدلتا كونكشن الفولت اللي بيقع على الملف الواحد هو نفسه فولت اللاين تو لاين اللي هو 480. في حاله الستار الفولت اللي بيقع هنا بيبقى مختلف. طب هحسبه ازاي؟ ده ليها حسبه طويله قوي، بطرح فيزرز من بعضها بتاع، بس انتوا ما خدتوش الحته دي كاتصالات وحاسبات. فانا بدي لك على طول المفيد، انه اذا الكونكشن ستار باخد اللاين تو لاين فولتج اقسمه على جذر ثلاثة. طيب لو انا غيرت المساله دي الى دلتا
ساعتها ايه اللي هيفرق؟ هنشيل الجذر 3. لو دلتا هنشيل الجذر 3، لو ستار هنسيب الجذر 3 خلاص، وبحسب الانبوت باور. طبعا الارقام ريزونبل جدا، لانه في الاخر البي اوتبوت طلعت كام؟ 37.3 كيلو وات. لو انت قسمتها على 0.746، مين يقول لي ايه ال 0.746 دي؟ مين يقول لي ال 0.746 دي اللي هي مين؟ ها حد يعرف؟ هورس باور اعتقد. ايوه، التحويل الى هورس باور. فانا هحسبها معاكم بالكالكوليتر دلوقتي اهي، هتطلع 50 بالظبط. يعني هي المساله متظبطه ان يطلع الاوتبوت بتاعها 50 بالظبط. خلاص. ممكن المساله دي اديها لك بالعكس، اقول لك والله ذا لود او ذا موتور اوبريتس ات ريتد لود، فانت تروح حاطط لي البي اوتبوت 50 هورس باور، تحوله بالكيلو وات، وبعدين تبدا تجمع اللوسز، تجمع اللوسز عشان تجيب الديفلوبد، تجمع اللوسز عشان تجيب الجاب، تجمع اللوسز عشان تجيب الانبوت. فاهمين قصدي؟ لما انا اديتك معطيات تديك الانبوت، بدات تطرح اللوسز. لو اديتك معطيات ايه تجيب منها الاوتبوت، هتبتدي ترجع لورا، يبقى هتجمع اللوسز. فهمت قصدي يا جماعه؟ لازم تبقوا فاهمين كويس الباور فلو جراف دوت. طبعا الشيت هيبقى فيه بقى مسائل على التورك، هيبقى فيه مسائل على الايكويفالنت سيركت. هم دول ثلاث حاجات اللي عليهم مسائل. عندي الايكويفالنت سيركت، عندي الباور ايكويشنز، عندي التورك سبيد كاركترستكس. احنا خدنا بس سولفد اكزامبل كده على ايه يا جماعه، على الباور ايكويشنز. ان شاء الله الشيت هيبقى فيه مسائل اكتر على الثلاث جزئيات اللي قلتها لكم دول. ها اي استفسار يا جماعه؟ طيب كويس، واضح انكم ايه شاطرين والدنيا بالنسبه لكم كويسه. هنلتقي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في محاضره جديده. حد عايز اي حاجه يا جماعه قبل ما نقفل؟ تمام، شكرا، سلام عليكم.